انا يعني بقى لي فتره كبيره عايز اخد الخطوه دي، لكن يعني بصراحه بيم ارابيا والمجهود اللي انتوا بتعملوه شجع الواحد ان هو يبدا يعني يجهز وقت او يخصص وقت عشان خاطر يبدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. حضرتك عارف الموضوع ده بقى مهم جدا، والكلام حواليه بدا الفتره اللي فاتت يبقى ليه اهميه كبيره، لكن الماتيريال والسورسات ونبدا منين ونروح فين ونيجي منين مش منتشره قوي. فإن شاء الله ده اللي احنا هنحاول مع بيم ارابيا في خلال 5 محاضرات ان احنا نغطيه مع بعض كده، اللي هو نبدأ نتكلم بس عن المجال كده، يدي جنرال نوليدج، اللي عايز يبدأ منين، ايه الخطوات، المجال ده بيقول ايه، ايه المصطلحات الموجودة فيه، بحيث ان الهدف من مجموعة المحاضرات دي هي زي ما اتقال كده فك الطلاسم حوالين المجال ده، يبقى الدنيا منظمة ومحددة، بحيث بعد كده اي حد يحب يبدأ يبقى عارف السكة الدنيا معاه واضحة. بس فإن شاء الله نحاول مع بيم ارابيا كده ان احنا نحاول نقدم حاجه تفيد الناس. جزاكم الله خير. وطبعا شيء شرفني جدا وجودي مع حضرتك يا باشمهندس شرف عمر يا الابيض. استاذ، الله يكرمك يا باشمهندس. خلاص احنا جاهزين، اتفضل حابب تبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا اعرف نفسي، يعني اسمي مصطفى عماد، انا مهندس مدني عادي جدا، خريج هندسه المطريه، اتخرجت من الكليه، التحقت بالاي تي اي تراك، تحديدا بتاعنا في الاي تي اي تراك اسمه سيفل انجينيرنج انفورماتكس، والتراك ده كان هدفه ان هو يربط ما بين السوفت وير ديفلوبمنت وما بين المجال بتاع الانجينيرنج. الفكره كلها ان في جاب كبير جدا ما بين السوفت وير ديفلوبمنت والانجينيرنج، والحقيقه ان الدومين بتاع الانجينيرنج محتاج بشكل كبير جدا يكون في سوفت وير ديفلوبر، فالتراك ده بيحاول يغطي القصه دي. واشتغلت مع شركه اي بي دي ام طبعا حضرتك عارفها في المجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت، وكنت محاضر معاهم برضو. حاليا انا مانجنج دايركتور في شركه كايتك، ودي شركه متخصصه في البيم سيرفيس والسوفت وير اوتوميشن. ده يعني بشكل مختصر جدا عني، وطبعا فاوندر في دي اي سي، واحنا متخصصين في دي اي سي في ان احنا بننشر ماتيريال وحاجات ليها علاقه بالموضوع بتاع البيم اوتوميشن. مش طول اكتر من كده، يعني ده تعريف مختصر عني وعن اللي انا بعمله في الفتره الحاليه. خلينا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض ونشوف كده احنا السيشن دي هدفها ايه، والسيشن دي احنا هنكفر منها ايه ان شاء الله. اول حاجة هنبدأ نتكلم عنها، هنبدأ عن فكرة الانتر ديسيبلينري فيلدز، اللي هو فكرة المجالات المتداخلة. يعني هنعرف ايه المقصود بالانتر ديسيبلينري فيلدز، ايه اهميه الموضوع ده، ليه العالم دلوقتي كله حتى برامج الماستر على مستوى العالم كلها مش هتلاقيها ماسكه تخصص واحد او ماسكه حاجه واحده، لا هتلاقي الموضوع بيحاول يضم تحت ايديه اكتر من تخصص، او بيحاول يضم تحت ايديه اكتر من مجال. يعني هنتكلم عن انواع الابلكيشن، اي حد بيفكر ان هو يخش المجال ده بيصطدم، طب انا ايه نوع الابلكيشنز اللي انا هشتغل عليها، هل ديسك توب هل ويب، ايه الاختلاف ما بينهم وايه الفرق ما بين كل نوع ابلكيشن والتاني. هنتكلم ان شاء الله عن فكره الاي بي اي، ايه هو المقصود بالكونسبت بتاع الاي بي اي ده، وليه بقى الاي بي اي ده مهم، يعني ليه المصطلح ده مهم وليه الاي بي اي ده مهم، وليه الموضوع بدا ما ياخدش صخب كده ايام الكاد. يعني اللي كان شغال كاد كان شغال اوتوكاد، وفي ناس كانت بتتعلم لسب وكان الموضوع في الاوتوكاد موجود، لكن بدا فكره البرمجه والاوتوميشن والربط ما بين الدومين بتاع البرمجه والهندسه بدا يبقى في اهميه حواليه، وفي كلام كتير جدا حواليه بعد التقنيه او بعد البيم تكنولوجي يعني بشكل كبير جدا. هنتكلم عن السؤال الشهير جدا والازلي لاي حد بيفكر يبدا في المجال ده، وهو بيقول طب انا دلوقتي عايز اخش المجال ده، سي شارب ولا داينامو، ايه الفرق، يعني انا اتعلم سي شارب ولا اتعلم داينامو. فهنبدا كده ان شاء الله في السيشن دي نشوف الفرق ما بين السي شارب والداينامو، وانت لو حبيت تبدا تختار اي واحده في الاثنين يعني على حسب الدومين اللي انت هتشتغل عليه. كمان هنشوف نقطه مهمه جدا، سؤال برضو يمكن كان ناس كتير بيسالوا الفتره اللي فاتت، ان هو الريفت شغال سي شارب، طب ازاي بيفهم داينامو وبايثون؟ هنجاوب ان شاء الله مع بعض على السؤال ده. هناخد كده انترودكشن بسيطه جدا عن الريفت اي بي اي، هنشوف كده الاستراكشر بتاع الريفت اي بي اي ايه، يعني ايه الهيكل بتاعه وبيشتغل ازاي، يعني انترودكشن بس بسيطه كده عن الموضوع، وهنريفرنس طبعا للدوكيومنتيشنز بتاعت الريفت اي بي اي، ودي هتهم بشكل كبير لو حد عارف برمجه بشكل كويس. نتكلم بقى في اخر سيشن كده عن حاجه مهمه جدا، وهو ان انت ازاي تقدر تكريت افكتيف سوليوشن. بمعنى ناس كتير ممكن تتعلم برمجه وتتعلم سي شارب، ولكن في الاخر يجي يطلع ابلكيشن بسيط جدا، ابلكيشن سيمبل جدا، مش قادر ان هو يطلع ابلكيشن يقدر يفيد بيه المكان اللي هو شغال فيه، او قادر ان هو يفيد فيه الشركه، وده نتيجه ان هو بيبقى عنده معلومات مغلوطه، او ان هو بيبقى عنده نقص في الادوات اللي في ايديه اللي تخليه يطلع سوليوشن قوي وسوليوشن افكتيف. فده ان شاء الله يمكن دي اخر حاجه هنتكلم عنها مع بعض. تعالى كده اول حاجه نبدا نتكلم فيها مع بعض هو الفكره بتاعه الانتر ديسيبلينري فيلدز. معنى كلمه انتر ديسيبلينري او مجال متداخل، هو مجال بيجمع
تحتي اكتر من مجال تاني. يعني هتلاقي ما هو مجال في كده انتراكشن ما بين يعني المجالات وبعضها. البرمجه بشكل عام هي دخلت تقريبا دلوقتي في كل المجالات، كل المجالات على مستوى العالم هتلاقي فيها البرمجه داخله بشكل او باخر. ففكره الانتردسيبلينري فيلد هو اننا نربط اكتر من مجال ببعض. طيب معظم الكلام ده كله هيكون جاي عن طريق، يعني لو انا دلوقتي بتكلم على التطبيق بتاعنا في المجال بتاعنا هتلاقي البرمجه تقريبا داخله في معظم المجالات اللي احنا بنحتك بيها. زي مثلا ايه؟ زي فكره الانجينيرنج انفورماتكس، يعني او مجال الكمبيوتيشن. المجال ده معروف على مستوى العالم بفكره الكمبيوتيشنال انجينيرنج. هتلاقي لو انت دورت على برامج ماجستير بره مثلا هتلاقي تحت المسمى كبير جدا حاجه اسمها كمبيوتيشنال انجينيرنج او انجينيرنج انفورماتكس، وده هتلاقيه برنامج او مجموعه من البرامج سواء بقى ماستر او دورات هدفها هي سد الجاب او سد الفجوه ما بين الدومين بتاع الانجينيرنج وما بين الدومين بتاع البرمجه. وغالبا هتلاقي البرامج دي كلها بتدور على المهندسين اللي عايزين يتعلموا برمجه او بتدور على مهندسين وتعلمهم برمجه. طيب حد ممكن يسأل سؤال، طب ليه؟ يعني طب ما في ناس أصلاً خريجين كمبيوتر ساينس، ما بتوع الكمبيوتر ساينس دول يروحوا هم اللي اشتغلوا في المجال ده، أنا راجل مهندس شغال تصميم أو أنا مهندس شغال في مجالي بي اي، ليه أتعلم برمجة؟ دايماً إجابة السؤال ده فكرتها إن أنت كمهندس فأنت أكتر واحد ملم بالدومين بتاعك، أنت أكتر واحد فاهم الدومين بتاعك. بمعنى انا النهارده لو جبت مبرمج، وده بالفعل حصل في مجموعه من الشركات اللي شغاله في المجال، ان انت بتجيب مبرمج وتقول للمبرمج ده تعالى اعمل لي مثلا ادن على الاوتوكاد او اعمل لي ادن على الريفت، انت وانت بتتكلم معاه هو الراجل مش انجينير، هو مش فاهم ايه المشاكل اللي ممكن تظهر، وبالتالي فكره الكوميونيكيشن هنا بقى ان انت تبدا توصل له المعلومه والمعلومه توصل له بشكل مش صحيح، ده في حد ذاته بيعمل مشاكل ومش بيخلي الابلكيشن يطلع للنور. فكان الحل او دلوقتي اذا العالم متجه ليه، حتى اتكلمنا كمان واشرنا للمنحه بتاعت الاي تي اي، لا انا اجيب المهندس، لان انا بالنسبه لي اسهل عليا ان المهندس يتعلم برمجه، لان هو الراجل ده هو فاهم المشاكل بتاع الدومين بتاعه وهيبدا يخرج سوليوشن تخدم المهندسين زمايله، وهو اكتر حد هيفهم المشكله بتاعته وعارف كمان يحلها ازاي. فبالتالي بقى المجال ده اسمه كومبيتيشنال انجينيرنج او انجينيرنج انفورماتكس. لو بصينا عليه حتى زي ما قلنا كده على مستوى العالم هتلاقي المجال كله بيتكلم على ان الناس اللي ليها الحق اللي هي تقدم في البرامج دي هم المهندسين. اشهر برنامج موجود دلوقتي يمكن برضه هريفير ليه، ممكن نبقى نسيب اللينكس بتاعته، هو برنامج اسمه ديجيتال انجينيرنج. ده برنامج موجود في جامعه فايمر في المانيا. البرنامج ده كل الفكره بتاعته ان هو بيجيب المهندس او بيجيب حد خريج هندسه البكالوريوس بتاعه مهندس وياخده يديله بقى كل حاجه علاقه بالانجينيرنج والكمبيوتيشن والماثيماتكس والفيجواليزيشن والبي اي ام، بحيث ان الراجل ده يطلع في الاخر يكون جاهز ان هو يقدم حلول تخدم الاي اي سي اندستري. فكده ده معنى كلمه الانتردسيبلينري فيلد، ان انا بيكون عندي مجال بيخدم ما بين اكتر من مجال. الحقيقه ان المجال ده مش بس في المجال بتاع الانجينيرنج، هتلاقي لو انت بصيت مثلا على الطب مثلا او التخصصات الطبيه هتلاقي البايو انفورماتكس. البايو انفورماتكس برضه بنفس المبدا، هو اننا بنربط ما بين البرمجه وما بين الانفورميشن تكنولوجي وبنربط ما بين الدومين بتاعنا. فتلاقي مثلا الناس اللي بيدرسوا التخصص ده بيدرسوا حاجات من طب وحاجات من بايو وحاجات من مجال الانفورميشن تكنولوجي. الجي انفورميشن سيستمز او الجي اس، يعني مجال زي الجي اس هو ده يعتبر اكبر مثاله على فكره الانتردسيبلينري. انت لو المجال ده حد بصينا عليه كده هنلاقيه بيجمع ما بين علوم الجغرافيا والبرمجه والداتابيز. ففكره ان النهارده في العالم يكون في مجال قائم بذاته او مجال منعزل بذاته خلاص ما بقتش موجوده. لذلك بنقول ان كل بوتنشال في برامج الماستر هتلاقيها حاجه بتربط ما بين تخصصات مختلفه وبعضها، عشان في الاخر النهارده زي ما قلنا مفيش علم قائم يعني مفيش تخصص النهارده هتلاقيه قائم بذاته هو لوحده كده، لا هو دايما محتاج علوم حواليه تخدم عليه. طبعا مجال البيزنس انفورماتكس، وده طبعا مجال يعني من اكبر المجالات طبعا اللي بتربط ما بين البيزنس والبرمجه، برضه في تخصص اسمه بيزنس انفورماتكس وكذلك مانجمنت انفورميشن سيستم وغيرها. الهدف بس عشان ما اطولش عليكم في الجزئيه ديت هو ان النهارده الدنيا كلها والعالم كله وتوجه كله هو ان يكون الدومين اللي انت بتشتغل فيه يكون بيربط بين تحتيه اكتر من دومينز ثانيه. وبما ان البرمجه هي واحده من اهم المجالات اللي تقريبا داخله في كل الصناعات، ف هتلاقيها داخله في كل المجالات اللي انت شغال او اللي انت بتبص عليها يعني. طيب انا النهارده راجل مهندس قررت ان انا اتعلم برمجه. السؤال دايما اللي بيجي واللي الناس كلها بتبدا تساله، انا عايز اتعلم برمجه على الريفت. طيب قبل ما اقول لك اتعلم برمجه على الريفت، انا في الاول عايزك مبرمج، انا في الاول عايزك ديفلوبر، بعيدا عن اي سوفت وير انت ناوي تتعامل معاه.
يعني ايه؟ يعني انت في الاول راجل بتعلم برمجه، بتعمل ابلكيشن بتخدم بيها اي حاجه. يعني مثلا لو انت طالب في كليه، لو انت اتعلمت برمجه اول حاجه تفكر تعملها انك انت تعمل ابلكيشن تحل بيها مثلا الشيتس. انا لما كنت في كليه مثلا، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي فادتني بشكل كبير، اما اتعلمت برمجه كنا بناخد الشيتات والتاسكات، كنت بشكل كبير بروح احلها واسلم الشيتس وكل حاجه، بس اروح اعمل برنامج عشان خاطر البرنامج ده احل بيه برده الشيتس الموجوده. ده في حد ذاته بيثقل قدرتك وبيتقل ايدك في الكود، زي ما بيتقال كده، بيخليك اكتر، يعني بيخليك اقوى وبيخليك اشطر من انك انت تقعد تتفرج على كورسات وخلاص. فهو الخطوه الاولانيه لو انت قررت تخش المجال بتاع البيم اوتوميشن، او تخلينا نقول المجال بشكله العام هو مجال الربط ما بين البرمجه وما بين الهندسه، لانك انت ممكن، لا انا مثلا الدومين بتاعي مش بيم، انا راجل بتاع ديزاين، فبالتالي انا هتعلم برمجه وهربطها مثلا مع الايتابس او هربطها مع الساب، او انا راجل بتاع كاد فانا هتعلم برمجه واربطها بالكاد. فالمجال بشكل عام اللي هو الربط ما بين الانجنييرنج والسوفت وير ديفلوبمنت، قبل ما تفكر ان انت تخش المجال ده او تربط ما بين التو دومينز دول، فكر انك انت تتعلم برمجه بشكل قوي جدا الاول، وافصل نفسك انت، يعني اتعلم برمجه الاول وبعدين نشوف الستيب اللي بعد كده هتبقى عباره عن ايه. فاول حاجه لما الشخص بيقرر ان هو يتعلم برمجه بيلاقي الدنيا معاه واسعه، اللي هو ايه ده في ويب وفي موبايل وفي ديسكتوب وفي ليله كبيره كده. فتعالى مع بعض كده نشوف ايه هي انواع الابلكيشنز اللي لو انت قررت تتعلمها هتتعلمها ازاي. في ثلاث انواع اساسيين من الابلكيشن. النوع الاولاني الديسكتوب ابلكيشن، النوع الثاني الويب ابلكيشن، النوع الثالث الموبايل ابلكيشن. يبقى اول حاجه انت بتفيو كده المجال، شايف قدامك ثلاث حاجات: ديسكتوب ابلكيشن، ويب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن. غالبا الشغل العام الموجود على الاقل في الفتره الحاليه فيما يخص الربط ما بين البرمجه والهندسه هو الديسكتوب ابلكيشن. الويب ابلكيشن بدا يكون موجود بسبب تطبيقات الفورج وكده، ودي اللي هنغطيها ان شاء الله في محاضره مخصصه في السيريس اللي احنا بنتكلم فيها. لكن دلوقتي هم ثلاث تطبيقات. يبقى انا لو قررت ان انا اتعلم برمجه، انا عايز اتعلم برمجه، هعمل ايه؟ هعمل ابلكيشن. طب الابلكيشن ده فكرته ايه في الاخر؟ سواء كان ديسكتوب او ويب او موبايل، اي ابلكيشن في الدنيا بيكون هدفه الاساسي والرئيسي ان هو يحل مشكله. فبالتالي انت عايز تحل مشكله، طب هتطلعها بقى بشكل ايه؟ هتطلعها بشكل ديسكتوب، بشكل ويب، بشكل موبايل. اللي بيحدد الحاجه تطلع في اي شكل هي المشكله اللي موجوده عندك. ولكن في الاخر انت هتبقى المحور بتاعك هم الثلاث مجالات دول: ديسكتوب وويب وموبايل. طيب الديسكتوب ابلكيشن، الفكره بتاعت الديسكتوب ابلكيشن كلها ان انت بتعمل برنامج، والبرنامج ده بيرن على اللوكال ماشين بتاعتك، بيرن على الجهاز الشخصي بتاعك، زي كل البرامج اللي احنا بنتعامل معاها، مثلا بتاعت سي اس اي على سبيل المثال، البرامج بتاعت اوتو ديسك، كل السوفت ويرز اللي انت بتعمل لها انستوليشن وبتعمل لها سيت اب وبتشغلها على الجهاز بتاعك، دي بنسميها ديسكتوب ابلكيشن. يبقى كده لو انا قررت اخد التراك الاول ان انا اتعلم الديسكتوب ابلكيشن، وان شاء الله في اخر المحاضره هنقول الواي بقى لو انت حابب تتعلم اتعلم ازاي، ولكن دلوقتي خلينا نتكلم على التراك. لو انا قررت ان انا اتعلم ديسكتوب ابلكيشن، يبقى انا عارف ان انا بطور سوفت وير هيشتغل على الجهاز بتاعي انا. طيب دلوقتي لو الابلكيشن ده انا عايزه يشتغل عند 100 عميل، او عايزه يشتغل عند 1000 عميل، والله يبقى كل عميل هيحمل النسخه بتاعته ويبدا يعمل لها سيت اب عشان خاطر تشتغل عنده. يبقى ده الفكره بتاعت الديسكتوب ابلكيشن. طيب الديسكتوب ابلكيشن زي ما قلنا هتلاقي البرامج بتاعتنا، البرامج بتاعت سي اس اي، برنامج الريفيت، برامج النافيس وورك، دول يمكن اكتر البرامج الموجوده في مجال البيم شهره، يعني الريفيت والنافيس دول يعتبروا ديسكتوب ابلكيشن. طالما انت الابلكيشن بتاعك موجود على الجهاز الشخصي بتاعك اللي هو اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، فده بنسميه ديسكتوب ابلكيشن. الفكره في الديسكتوب ابلكيشن ان هي بتسميها كده حاجه اسمها ستاند الون. يعني ايه ستاند الون؟ يعني هي قائمه بذاتها، يعني انت بتدي العميل الابلكيشن وتقول له اتفضل حمله، فالابلكيشن ده قائم بذاته. طيب يعني انا دلوقتي لو انا عندي برنامج زي برنامج الريفت، وانا قررت انا عايز اتعلم برمجه وهربط ما بين البرمجه وما بين برنامج الريفت، يبقى انت كده بتتكلم في ايه؟ يبقى انت كده بتتكلم في ديسكتوب ابلكيشن. ليه؟ لان الريفت بيشتغل على الديسكتوب، وبالتالي البلجن اللي انت هتعملها على برنامج الريفت برضه هتشتغل على الديسكتوب. فالفكره هنا كلها انك انت بتحدد زي ما قلنا انت عايز تبدا في ايه. فالديسكتوب ابلكيشن سواء بقى بتتعامل مع الريفت، بتتعامل مع النافس، بتتعامل مع السي اس اي، الساب، الايتابس، او اي برنامج من البرامج دي، وهتديفلوب بلجن عليه، يبقى البلجن دي نوعها ديسكتوب ابلكيشن. طيب الويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن مختلفه عن الديسكتوب ابلكيشن. الويب ابلكيشن الفكره بتاعتها انك انت الابلكيشن بتاعك بيرن على الكلاود، ويمكن مجال الكلاود كومبيوتنج الفتره الحاليه بقى من المجالات
اللي مهمه جدا، لان هي تقريبا انقذت العالم بشكل كبير او انقذت بيزنسز بشكل كبير من ان هي تقع. احنا النهارده كل الشغل بتاعنا على الكلاود، كل حاجه النهارده بنعملها على الكلاود، الميتنجز اللي احنا عاملينها دي عاملينها على الكلاود. ففكره الكلاود غير الديسكتوب في حاجه، ان الكلاود انت الابلكيشن بتاعك مش بيكون موجود على الجهاز الشخصي بتاعك، ولكن الابلكيشن بتاعك بيكون موجود على سيرفر على الانترنت، وبالتالي تقدر انت تاكسس الابلكيشن ده. طيب زي مثلا ايه؟ زي بيم 360. بيم 360 هو عباره عن كونستراكشن مانجمنت سوفت وير، زي ما اوديسك بتعرف، زي ما اوديسك بتعرف البرنامج ده كونستراكشن مانجمنت سوفت وير. ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر كلاود ابلكيشن. ففكره الكلاود عن الديسكتوب بتختلف، ان الكلاود ابلكيشنز او ويب ابلكيشنز هي عباره عن ابلكيشن بتشتغل على الكلاود، البرنامج مش شرط ان هو يكون موجود عندك. في شركات كتير بتقدم سيرفيسز مختلفه. لو بصينا مثلا على الجيميل، الجيميل بالنسبه لك كلاود ابلكيشن، انت كل الداتا بتاعتك مش عندك، كل الايميلات بتاعتك مش عندك، امال موجوده فين؟ موجوده على السيرفرز بتاعت جوجل، وبالتالي هنا بنقول ان الجيميل يعتبر كلاود ابلكيشن. انت بقى لو بتشتغل غيرت النسخه ما غيرتش النسخه، فالنسخه وقعت مالكش دعوه، الحاجات دي موجوده على السيرفرات بتاعت الجيميل. انت زي ما قلت مش محتاج ان انت تعمل انستوليشن للديفايس للسوفت وير ده على الجهاز الشخصي بتاعك. انت بتخش معظم السيرفيس اللي بتتقدم حاليا بتخش تلوجن بيوزر نيم وباسورد، وتستخدم السوفت وير او بتستخدم الفيتشرز بتاعت السوفت وير اللي انت عايزها، فمش محتاج انك انت تاخد الابلكيشن ده وتعمل له انستوليشن عندك. لكن يمكن شويه المجال ده بيواجه شويه ريزيستنس، يمكن ده كان قبل موضوع كورونا شويه، ان الشركات بتحب تحافظ على الداتا بتاعتها، تقول لك لا انا الداتا بتاعتي تبقى عندي ما تطلعش بره، الداتا بتاعتي تبقى موجوده على سيرفرات الشركه. فكان في شويه تحفظ عند الكلام ده، مش في مجال انجينيرنج بس، لا المجال ده بشكل عام. لكن حاليا لا، الموضوع فتح بشكل كبير جدا، وفي شركات بتقدم كلاود سيرفيس، والموضوع بقى فيه سكيورتي بشكل كبير وبشكل افضل. والمجال ده او مجال الكلاود بشكل عام ده يعتبر من اقوى المجالات حاليا على مستوى العالم. هنتكلم عنه ان شاء الله مع الفورج في محاضره مخصصه ليه، ونشوف ازاي الكلاود ده والبي اي ام ازاي المجالين دول بيتربطوا ببعض. طبعا زي ما قلنا تاكسس السوفت وير من اي مكان، والسوليوشن بتاعك بيكون هوستد على سيرفر. معلومه برضو الناس، ان فكره الكلاود ابلكيشنز بالنسبه للشركات اللي بتقدم السيرفيس دي هي سكيورد جدا. بمعنى ان انت النهارده لو انت نزلت مثلا سوفت وير زي الريفيت او الكاد وانت مش معاك اللايسنس بتاعه هتكركه. ليه؟ انت السوفت وير كله على الجهاز بتاعك، فبالتالي سهل انك انت تعمل كراك للسوفت وير ده. لكن لو انت بتتكلم على ويب والقصه دي، لا هيكون الموضوع صعب جدا، وهيتم اجبارك انك انت تشتري من الشركه. فبالتالي هي بالنسبه للشركات اللي بتنتج السوفت وير هي حاجه بتبقى سكيورد جدا. والملاحظ او متابع الحركه او حركه الصناعه بتاعت السوفت وير في المجالات الهندسيه هتلاقيها بدات تروح تدريجيا ناحيه فكره الكلاود، وانك انت اوثنتيكيت على الكلاود، وانك انت الابلكيشن بتاعك هيبقى الفتره اللي جايه كله معتمد الاوثنتيكيشن بتاعه، ان هو يديك ان هو يسمح لك انك تشغل ابلكيشن، هتلاقيه معتمد على فكره الكلاود. حتى كمان في ديسكتوب ابلكيشنز كتيره جدا قبل ما انت تشغلها يقول لك لا لازم يكون في انترنت الاول عشان خاطر يروح يتشيك اذا كان انت شاري لايسنس ولا انت مكرك الابلكيشن. طيب ده بالنسبه للشركات الويب ابلكيشن للشركات قلنا مور سكيور. بالنسبه للشركات اللي بتاخد السيرفيس، لو شركه بتاخد سيرفيس وبتشتري يعني بتشتري سوفت وير، ارخص لها كتير ان هي يعني تأجر السوفت وير ده، اللي هي حاجه بنسميها ساز او السوفت وير از سيرفيس. يعني انت النهارده تخيل معايا لو انا عندي برنامج زي بيم 360 ده، وانا جيت اقعد اشتري منه عدد نسخ للشركه بتاعتي، هتلاقي بادجت عاليه جدا. لكن النهارده انا بروح بقول لها والله لا انا بأجر منك الابلكيشن ده، بيديني عدد معين من اليوزرز نبدا نشتغل عليه. نفس الفكره، كود الويب ابلكيشنز بتبقى ماشي حوالين القصه دي. بالنسبه للشركات هي مور سكيورد، وبالنسبه الشركات المقدمه للسيرفيس يعني، وبالنسبه للشركات اللي بتستخدم السيرفيس هو هيبقى ارخص ليها من ان هي تشتري ستاندالون ابلكيشن وتعمل انستوليشن. طبعا حاجه زي كده هتعمل للشركات اللي عندها بقى ادمنستريتور والقصه دي كلها، خلاص الوظائف دي تقريبا هتنتهي. خلاص انا كشركه مش هيبقى عندي مش هضطر بقى اجيب ادمنستريتورز يشتغلوا، لا انا كده كده هرمي كل الشغل بتاعي على الكلاود. ده الفرق ما بين الديسكتوب ابلكيشن وما بين الويب ابلكيشن. وزي ما قلنا نيجي في اخر المحاضره كده، لو انا هتعلم ده اعمل ايه، ولو انا هتعلم ده اعمل ايه. طيب تعالى بقى نبدا نشوف الفكره بتاعه الاي بي اي. الاي بي اي باختصار شديد جدا هي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. سواء ويب ابلكيشن هيبقى ليه اي بي اي، سواء ديسكتوب ابلكيشن هيبقى ليه اي بي اي. الكونسبت بتاع الاي بي اي ده موجود هنا وموجود هنا. طيب هي الفكره بتاعتها في ايه؟ الفكره بتاعت الابلكيشن بروجرامنج انترفيس او الاي بي اي، ان هي بتخلي السوفت وير ديفلوبر يقدر يكومينيكيت مع السوفت وير من غير ما يتعامل مع اليو اي. بمعنى يعني انا النهارده كراجل يوزر
وبتعامل مع سوفت وير. هتعامل مع السوفت وير ده من خلال ايه؟ هتعامل مع السوفت وير ده من خلال انترفيس. طب هو انت اصلا بتتعامل مع ايه؟ انا بتعامل مع الكود اللي السوفت وير ده شغال بيه. يعني مثلا لو انا جيت في الاوتوكاد حبيت ارسم لاين، كل الفكره ان انا هروح وهرسم من خلال يوزر انترفيس. اليوزر انترفيس ده بالنسبه لي هو اللي تشانل اللي هيكلم الكود بتاع الاوتوكاد اللي هيخليه يرسم اللاين. نفس الكلام في الريفت، لو انا عايز ارسم جريد او انا عايز ارسم ليفل، بروح من اليوزر انترفيس ارسم الجريد او ارسم الليفل. وايه اللي بيحصل؟ اليوزر انترفيس هنا هي بقت الواي بتاعتك عشان خاطر تكوميونيكيت مع الكود بتاع البرنامج، عشان خاطر في الاخر يدي لك الرياكشن اللي انت عايزه، يرسم لك حاجه، يحرك لك حاجه. فده انت كيوزر طبيعي جدا. طيب انا النهارده راجل ديفلوبر عايز برضو اتعامل مع نفس الكود اللي اليو اي بتعامل معاه، فبتعامل معاه من خلال الاي بي اي. اختصار الاي بي اي زي ما قلنا ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. انت بتتعامل مع البرنامج ولكن بتتعامل معاه من خلال الكود، من خلال البرمجه. وده طبعا بيوفر وقت كبير جدا. تخيل لو انت مثلا عندك عمليه تكراريه بترسم حاجه بشكل كبير، زي مثلا في الريفت مثلا، انت النهارده هترسم 100 شيت، هترسم 150 شيت، هتكرييت 100 شيت او 150 شيت، ايه اللي هتعمله؟ هتروح على شيت وتقعد كرييت نيو، تدي اسم وبتاع ومش عارف ايه. طيب الفكره النهارده انا اقدر من خلال البرمجه الوقت اللي انت هتستخدمه عشان تكرييت 150 شيت او 200 شيت خلاص ممكن في دقيقه ولا في دقيقتين باستخدام الكود، خلاص هو انا هكلمه مره واحده. والبرمجه اسرع منك بكتير، يعني اسرع ما تعمل انت مانوال بايدك، البرمجه اسرع منك بكتير وهتخليك تكريت الحاجه دي بشكل سريع. فهي دي الفكره بتاعه الاي بي اي. طيب الاي بي اي بقى نفسه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كود برضه، يعني هو عباره عن كود برمجي. الكود ده بيمكنك انك انت تكلم الفانكشنز بتاعه البرنامج بمنتهى البساطه. طيب انا النهارده يعني انت بتقول لي الاي بي، يعني انا النهارده لو انا عايز اروح على الريفت مثلا وعايز ارسم جريد مثلا او عايز ارسم ليفل، هتلاقي فيه كود اسمه كرييت ليفل او كود اسمه كرييت جريد. خلاص الكود ده انت بتكلمه او انت بتستخدمه عشان خاطر تكرييت جريد على الريفت. طيب يبقى هي الفكره كلها عباره عن ايه؟ ان الاي بي اي ده هو برضه عباره عن كود. طب انا ابدا اتعامل مع الاي بي اي ده ازاي؟ قبل ما تتعامل مع الاي بي اي المفروض تكون عارف ايه هي لغه البرمجه اللي الاي بي اي بتاع السوفت وير ده هو اللي سامح لك بيها. بمعنى يعني انا مثلا ما ينفعش اجي على برنامج او اجي على مجموعه برامج اوتوديسك واقول انا جافا او انا شغال جافا وانا ديفلوبر على جافا وانا هتعامل بقى مع الاي بي اي بتاع اوتوديسك. لا مش هينفع، انت تروح تشوف هو البرنامج اللي انت بتشتغل عليه بيسبورت اني لغات برمجه. يعني مثلا البرامج بتاعت سي اس اي هتلاقيها بتسبورت الفي بي اي، الريفت هتلاقيه بيسبورت الحاجات بتاعت الدوت نت بقى اللي هو الفي بي دوت نت والسي شارب. فيبقى الاي بي اي لو انا عايز اتعامل معاه هو قلنا في الاخر هو كود. يعني انت لو بصيت كده على الصوره اللي موجوده كده عندك دي، هو ده كود كده، بس الكود ده مكتوب بالبايثون. الفكره انا مش بشرح الكود ومش بشرح حاجه، وعارف ان معظم الناس اللي حاضره ممكن ما تبقاش عندها خلفيه على البرمجه قوي، ولكن لو انت بصيت كده على السطرين دول، لكن لو انت مثلا بصيت كده على السطرين دول، هو الفكره كلها هنا انا اليو اي دوك ده انا بحاول ان انا امسك الاكتف دوكيمنت بتاع الابلكيشن. الريفت لما تيجي تفتحه ممكن تكون انت فاتح يعني اكتر من دوكيمنت. طيب انت البلجن بتاعتك عايز تشتغل على الدوكيمنت الاكتف، فانت كل الفكره بتروح تختار او بتروح تشوز الاكتف دوكيمنت بس بمنتهى البساطه. يبقى هو البرنامج او الكود اللي انت كاتبه هيختار الاكتف دوكيمنت، وبالتالي هيبدا ان هو يشتغل عليها وينفذ عليها بقيه الكود اللي انت هتبعته له. هي دي الفكره. طيب انا عشان خاطر ابدا اتعامل مع كود زي ده، يبقى انا لازم اكون عارف اللغه اللي الاي بي اي ده معمول بيها، او اللي الاي بي اي ده خلينا نقول المعلومه بشكل اصح اللي الاي بي اي بيدعمها اللي انت تقدر تشتغل بيها. طيب ليه بقى الاي بي اي مهم؟ وزي ما قلنا ليه موضوع الاي بي اي ما ظهرش الفكره بتاعته او اهميتها غير يعني مع مشاريع البيم. مشاريع البيم معقده جدا، يعني هي مشاريع كومبليكيتد جدا، مشاريع فيها تعقيدات كتيره جدا. نقطه مهمه تبقى انت عارفها، يعني كل الكرييتورز بتوع السوفت وير، يعني هتقول لي دلوقتي طب هو انا اصلا ليه يعني اتعلم برمجه على الريفت او اتعلم برمجه مثلا على التكله او اتعلم برمجه على السيب؟ لا خلي بس حاجه معاك كده، ان يعني في كل السوفت وير انت شايفها دي كلها ليها اي بي اي، كلها ليها اي بي اي، تكلا، ريفت، ساب، نافيس، اوتوكاد، كل سوفت وير الانجنييرنج الكوميرشال كلها ليها اي بي اي. ولكن هو السؤال بقى دلوقتي اللي بيطرح نفسه، ليه اصلا ليها اي بي اي؟ يعني البلجن اللي انا هعملها هي الشركه مش قادره تعملها؟ طب ما الشركه ممكن النهارده انا اعمل بلجن وتيجي الشركه كمان كم او في الاصدار الجديد تابديت حاجه في البرنامج، وبالتالي البلجن بتاعتي دي ملهاش لازمه. وده يعني بالمناسبه ساعات بيحصل، لكن هو اصلا ليه؟ الشركات بشكل عام بتحاول لما بتيجي تعمل السوفت وير بتاعها
ان هو يميت كل الريكويرمنتس. يعني ايه؟ يعني مثلا هو بيعمل او بيديفلوب الريفت او بيأد فيتشر في الريفت مثلا، هو هدفه ان الفيتشر دي على قد ما هو يقدر يعني كل المكاتب على مستوى العالم وكل الشركات على مستوى العالم تقدر تستفيد من الفيتشرز دي. طب في الغالب في المكاتب الهندسيه بيبقى ليها السيستم بتاعها، بيبقى ليها نظام شغلها، وبالتالي الفيتشرز الموجوده ديت بتحتاج ان هي تكستمايز الفيتشر دي بناء على الكيس اللي عندها او بناء على الحاجه اللي عندها اللي بتاخد منها وقت كبير. هتقول لي هي اوت ديسك ما تقدرش تعملها؟ لا تعملها، بس اوت ديسك مش هتروح تفصل لكل شركه حاجه ليها، هي بتحاول قدر الامكان ان السوفت وير بتاعها يبقى جنرال بحيث ان هو ايه يخدم معظم الريكويرمنتس الموجوده عند الشركات. الموضوع ده يبان بشكل كبير في التكلا، يعني اللي اشتغل تكلا عارف النقطه دي، ان هو التكلا فيها شغل بروجرامنج كتير برضو، وفيها بتعمل عليها ابلكيشنز بتعمل عليها ادنز كتير. طب هي شركه تكلا مش قادره تحل الحاجات دي؟ لا طبعا قادره ان هي تحلها، ولكن هو هيحل مشكله لكام واحد، فبالتالي مش بيضيف الفيتشر دي. لكن هو في المقابل ساب لك الاي بي اي، قال لك انت معاك الاي بي اي بتاع البرنامج اهو، اتفضل اي حاجه انت عايز تعمل لها كاستمايزيشن، عايز تسرع الاداء بتاعك، عايز تطور حاجه، اشتغل من خلال الاي بي اي. وده بيبقى بقى يعني حاجه مفتوحه وكميه الكرياتيفيتي فيها وانك انت تخرج فيها تولز وابلكيشن يعني ملهاش نهايه. يعني لو انت بتتكلم على ان انت اشتغلت على برنامج الريفت او برنامج الكاد وعرفت البرنامج وبتعرف تتعامل معاه، لا فانت مثلا لو قررت تتعامل مع الاي بي اي بتاع البرنامج ده داخل في دنيا تانية وعالم تاني كبير جدا جدا اكبر من البرنامج، لان مساحه الابداع فيه كبيره ومساحه المشاكل اللي انت هتحلها يعني كبيره جدا. الموضوع ملوش نهايه، هو نهايته عند نهايه خيالك انت مش اكتر، لكن هو نفسه الموضوع ملوش نهايه، ملوش نهايه في ان انت تطلع سوليوشن او تطلع ابلكيشن. لكن برضو الاي بي ايز بتاعت البرامج شويه ليها ليميتيشن، هو مش بيدي لك كل حاجه، ولكن هو بيحاول يساعدك قدر الامكان انك انت تعمل تول تسهل عليك وتسرع عليك الوقت بتاعك. طب زي ما قلنا ان الفكره بتاعت الكاستمايزيشن دي هدفها انك انت بتزود البرودكتيفيتي بتاعتك. طيب تعالى بقى نشوف انا من خلال الاي بي اي ده اقدر اعمل ايه. يعني انا النهارده خلاص انا بتعامل مع الريفت، انا هتكلم عن نفسي انا، يعني معظم الحاجات اللي اشتغلت فيها الفتره اللي فاتت كانت عباره عن ان انت عندك سي برنامج وليكن مثلا الريفت، وانت عايز تنتجريت البرنامج ده مثلا مع ابلكيشن سيكوال. فايه الفكره هنا بقى؟ ان انت عايز يعني عايز تاخد داتا من الريفت للسيكوال. السيكوال ده نظام داتابيس كده شبه الاكسس بس طبعا حاجه تانية خالص، ولكن قايم على نفس فكره قواعد البيانات والكلام ده. فانت عايز تاخد الداتا من مكان او من الريفت تاخدها لمكان تاني. بالمناسبه ان الريفت عنده حاجه اسمها اكسبورت تو او دي بي سي، ان هو بيقدر يصدر، ولكن الفكره ان انت بتعمل تول انت عايز تصدر حاجات معينه، عايز تجيب حاجات معينه بشكل معين تناسب ابلكيشن معين. ففكره الانتجريشن ما بين اكتر من ابلكيشن تقدر تعملها من خلال الاي بي اي. فالاي بي اي بيساعدك انك انت تكستراكت الداتا من الموديل بتاعك وتنتجريتها مع اي ابلكيشن تاني. ده بيبان فين؟ ده بيبان في المشاريع الكبيره اللي بيكون فيها اكتر من ابلكيشن شغال وانت عايز تنتجريت ما بين الابلكيشنز وبعضها، او مثلا عايز ان انت تاخد داتا بشكل معين وترفعها على ويب سايت او على سيرفر بطريقه معينه زي ما هنشوف في الاي سي والاكس ام ال ان شاء الله. ففكره الاي بي اي بيساعدك انك انت تنتجريت الابلكيشن بتاعك ده مع السوفت وير. يخليك كمان انك انت تعرف تكريت ادن. الادن اكيد كل الناس اللي اشتغلت على الكاد او على الريفت اتعاملوا او شافوا الموضوع بتاع الادنز ده. فكره الادنز كلها ان احنا بن اوتوميت الريبتيتف تاسكس. يعني انا النهارده زي ما بقول لك لو عايز اكريت 100 شيت مثلا اقعد اكريت واحد في واحد في واحد في واحد، فبالتالي تاسكايه ممله وهتاخد وقت. طب انا النهارده عملت كريت ل 200 شيت، انا بديك مثال بسيط يعني، وقررت النهارده اعمل رينيم، انا عايز اعيد تسميتهم، ايه الحل؟ هتمشي عليهم واحد واحد. ففكره في تاسكات، وطبعا ادي بقى امثله على الكلام ده كتير جدا، ففي تاسكات ريبيتيف بتاخد وقت كبير تقدر ان انت تعملها اوتوميشن. الطباعه، لو انت النهارده عندك كذا شيت او حاجه وعايز تعمل جروبنج للشيتس دي مثلا وتطبعهم بلوح الكاب بتاعتهم بالكلام ده، تاسكايه هتاخد وقت كبير، في حين ان في ادن او بلجن ممكن تعمل الموضوع ده في دقائق. يعني انا بتكلم في دقائق وانا فعلا اقصد دقائق. فانت ممكن تلاقي تاسكات بتاخد معاك ساعات، انت ممكن التاسكات دي تخلص في دقايق. فتقدر ان انت من خلال الاي بي اي انك انت تكريت ادنز عشان تاوتوميت بيها الريبيتيتيف تاسكس. تقدر كمان انك انت تخلي الابلكيشن بتاعك وليكن الريفت ان هو انتراكت مع داتا جايه له من بره. ودي مثلا بنشوفها لو انت عندك مثلا اكسل، او انت عندك داتا موجوده في فايل اكسل مثلا، بما انه اشهر حاجه المهندسين بيتعاملوا معاها. لو انت عندك داتا موجوده في فايل اكسل وانت عايز من خلال الداتا الموجوده في الاكسل دي انك انت تعمل لها امبورتنج جوه الريفت وتابديت بيها داتا داخل الموديل، هتقدر. طب اقدر اعمل ده منين؟ اقدر اعمل ده من خلال الاي بي اي. طيب في حد يقول طب ما الاكزامبل اللي انت بتتكلم فيها دي ما في بلجنز بتعملها.
وموجود ماشي، هي في بلوجنز بتعملها وموجوده، لكن دايما زي ما قلنا البلوجنز برضو اللي بتبقى موجوده فور كوميرشال يوزز برضو نفس الكلام، بتحاول تغطي اكبر قدر من من اليوزز ومن النيدز. ده في حد ذاته بيوسع الدائره اللي هي بتخدمها، ولكن برضو بيبعدك انت عن الاوبتمايز سوليوشن بتاعك. فالفكره هنا انك انت لو بتتعلم حاجه زي كده بتقدر انك انت تعمل بلوجن كاستمايز ليك، والبلوجن دي اوبتمايزد للحل اللي انت عايزه. فهي دي الفكره، لا ان انا اقدر من خلال API ان انا انتجريت مع ابلكيشن جايه من بره السوفت وير. الكلام ده الكلام ده زي ما قلنا ايه بتقدر تعمله. الريفت بقى مع الاوتوكاد مع اي حاجه، في الاخر يا شباب الكونسبت ثابت والمبدا ثابت. البروجكت دوكيومنتيشن تقدر ان انت الحاجه اللي بتاخد وقت عشان تكريت الدوكيومنتيشن بتاعت البروجكت تقدر ان انت تعملها بشكل اوتوميتد. موديل تشيكينج فور ستاندرد، يعني ده برضو من الحاجات المهمه جدا، ان بعض البروجكتس مثلا او بعض المشاريع اللي كنت شغال فيها كان في ستاندرد معينه، سواء مثلا في الستاندرد بتاعت الغرف مثلا بتاعت الحريق، الكلام ده بيبقى فيه ستاندرد معينه. فهو الستاندرد دي هو عايز يعمل اوتوماتيك تشيكينج عليه، يعني هو عايز يتشيك على حاجه معينه، عايز يتشيك مثلا على لو في روم معينه او حاجه، فهو عايز يتشيك مثلا على الروم دي الابعاد بتاعتها او المواصفات بتاعتها دي مطابقه لستاندرد معينه ولا لا. لو انت شركه وشغاله ببيم ستاندرد معينه وبتيجي تعمل الموديل، ممكن تاخد وقت في انك انت تتشيك هل الموديل ده بيميت الستاندرد بتاعتك ولا لا، ودي حاجه بتبقى تايم كونسيومنج وبتاخد وقت كبير. طيب بدل ما الحاجه ديت طالما بتتكرر بشكل ثابت او شكل ليه باترن محدد، فبالتالي ان انا اقدر ان انا اعمل لها ادن او ان انا اعمل لها بلجن، اخد الباترن اللي بتتحدد بيه وابدا ان انا برمجه، وفي الاخر الحاجه دي تخلص في وقت اقل كتير جدا 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 من الوقت لو احنا كنا بنعملها بشكل مانوال. زي ما قلنا الاكستراكت البروجكت داتا تو انتجريت وذ اذر ابلكيشنز، تقدر تعمل ده شغال على اي ابلكيشن وعايز تاخد منه الداتا او تطلع منه الداتا بتاعته وتوديها لاي ابلكيشن تاني، مفيش اي مشكله. برضو الاي بي اي هتوفر لك الميثودز والتول اللي تخليك تاكستراكت الداتا. طيب خلينا بقى نتكلم هنا يعني عن حاجه مهمه جدا برضو، هو البيم اصلا او فكره البي ام اي. يعني النهارده هو احنا لما نيجي نقول نظام البيلدينج انفورميشن موديلنج، هو نظام البيلدينج انفورميشن موديلنج هل هو جه عشان يخلي لك الموديل بدل ما ترسمه كاد تعمله 3 دي، او ان هو مثلا يخلي لك، يعني بنتكلم ان نظام البي ام هو فكرته ان هو بيربط الموديل نفسه بالانفورميشن، هل هو ده هو جاي عشان يعمل كده؟ هو الحقيقه نظام البي اي ام او بيلدينج سمارت اللي هي زي ما بتقال كده الهوم اوف بيم، بتتكلم ان البيم موجود علشان خاطر ينكريز الانتر اوبرابيلتي. الانتر اوبرابيلتي معناها التوافقيه. دايما المشاريع الهندسيه وخصوصا المشاريع الكبيره ما بيبقاش شغال فيها واحد، يعني مش بتبقى شغال فيها شركه واحده ولا بيكون شغال فيها مكتب واحد، لا ده ممكن تلاقي شغال فيها شركات كتير وشغال فيها مكاتب كتير وفيها ستيك هولدرز مختلفين وفيها سوفت ويرز مختلفه. ففكره نظام البيم ان انت هدفه ان احنا نزود الانتر اوبرابيلتي اللي هي فكره التوافقيه بين الناس اللي بتشتغل. عشان كده هتلاقي بيلدينج سمارت فيه بتتكلم في البيم ليفل 3 او حاجه اسمها الاوبن بيم برينسيبلز، هنشوفها ان شاء الله في السيشن بتاعت لايف سي، بتتكلم ان هي بتحط ستاندرد خاصه بالتعامل مع السوفت وير، ستاندرد خاصه بالتعامل في الدوكيمنت ايشو، لو في ايشو موجوده في الموديل مثلا ازاي تعملها دوكيومنتيشن، بتحط ستاندرد على فكره الموديل في ديفينيشن اللي هو انت يهمك ايه من الموديل بتاع الاي اف سي مثلا. ففكره الانتر اوبرابيلتي فكره تحسين التوافقيه. فالبروسيس بتاعت البيم كلها فكرتها الاساسيه هي ان هي تحسن التوافقيه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه لو انت كده جيت قارنت البيم هو جزء من البيلدينج لايف سايكل، او البيم هو يعتبر جزء او مرحله من البيلدينج لايف سايكل. البيلدينج لايف سايكل بشكل عام هي فكرتها بتبدا من اول ما انت المشروع ده بيكون فكره او كونسبشوال ديزاين مثلا لغايه ما المشروع ده يتبني ويتسلم البروجكت ده. طب هل اللايف سايكل هنا وقفت؟ لا اللايف سايكل هنا ما وقفتش. طب اللايف سايكل بعد كده رايحه فين؟ لا يا فندم هو في اوبريشن، في بروسيس بتتم على البيلدينج ده. الفاسيلتي مانجمنت او الاوبريشن اللي بتتم على البيلدينج ده محتاجه ايه؟ محتاجه الداتا اللي انت كريتها على مدار البروجكت بتاعك. فبالتالي البيم موديل او الداتا الموجوده في البيم موديل بتستخدم بشكل كبير جدا في المرحله بتاعه الفاسيلتي مانجمنت. من وجهه نظر الاونر، هو الاونر يهمه ايه؟ يعني هل الاونر لو بيتكلم كتكلفه، وهجيب لك رقم كانت قالته اي بي ام واحده من الشركات اللي عندها من اكبر نظام من اكبر انظمه الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اي بي ام ماكسيمو، بالمناسبه النظام ده اللي بيدار بالاي تي اي. يعني
الاحصائيه اللي بتقولها بتقولك ان انت عندك عش لو انت عندك الكوست مثلا 100%، فهو المرحله بتاعه الديزاين وتنفيذ المبنى وكل الكلام ده كله فقط 20% من الكوست. طب وال 80% بتروح فين؟ 80% بتروح في الفاسيليتي او في عمليه الاوبريشن على مدار البيلدينج لايف سايكل. عشان كده هتلاقي معظم المشاريع الموجوده في دول اوروبيه وموجوده في دول خليجيه وبتشترط ان المشاريع دي تكون موجوده كبيم موديل. هو ليه بيعمل كده؟ هو بيعمل كده عشان هو يهمه الانفورميشن الموجوده، عشان هو بعد كده هيقدر ياخدها ويحطها في نظام فاسيليتي مانجمنت، عشان خاطر يستخدم الانفورميشن دي في النظام بتاع الفاسيليتي مانجمنت اللي هو من وجهه نظر الاونر بتاع البيلدينج هو الاكثر تكلفه على مدار اللايف سايكل بتاع البيلدينج. فالاوتبوت بتاع الموديل وبتاع البروجكت بيروح بعد كده للفاسيليتي مانجمنت. طيب احنا هنا بدانا نتكلم على واضح ان في اختلافات. طب هو نظام الفاسيليتي مانجمنت دوت ده نظام وسيستم وابلكيشن معمول بطريقه معينه ومعمول بلغات برمجه غير لغات البرمجه اللي معمول بها البيم سوفت وير. يعني انت النهارده ممكن تشتغل في البيم موديل بريفيت، وممكن تشتغل بنافس، وممكن تشتغل ببرامج ثانيه منافسه. طب في الاخر البرامج دي كلها مع بعضها، وده غير طبعا برامج الديزاين، شوف بقى عندك برامج ديزاين قد ايه، وبرامج البي اي ام، وبرامج خاصه بالكونستراكشن مانجمنت، القصه دي كلها. فهنا هيبدا يحصل كونفليكتس ما بين الترانسبورتيشن بتاع الداتا. يعني النهارده اوتوديسك بتقول لك انت فايلات الار في تي ما تفتحهاش الا ريفت. طب ما هو انا البروجكت بتاعي مش ريفت بس، ما تفتحهاش الا ريفت او تفتحها على سوفت وير بتاعي، يعني اتعامل معاها مع السوفت ويرز بتاعتنا اللي انت تشتري مننا باكج كامله. طب ما انا بتعامل مع برامج ثانيه وبتعامل مع شركات ثانيه. فهنا بقى جه فكره الايف سي. الايف سي فكرته كلها ان هو يحسن من فكره الانتر اوبرابيلتي اللي احنا بنتكلم عنها، ولكن بيتكلم على الانتر اوبرابيلتي على مستوى السوفت وير بس. يعني لايف سي بيحسن الانتر اوبرابيلتي، يقول لك ان انا كده عايز البرامج تفهم بعضها. فيبقى تاني نرجع ايه علاقه ده بالاي بي اي، ان انت تقدر باستخدام الايف سي الاكسبورت بتاع السوفت وير نفسه، ان انت تاكسبورت اي سي كل البرامج بتدعم الاكسبورت والامبورت بتاع الايف سي، او حتى لو انت عايز تصدر حاجه معينه غير البرنامج بيعملها لك. يعني عايز تصدر فايل اي سي كده كاستمايز اللي هو فايل اي سي مصدر حاجه معينه في الموديل، تقدر تعمل ده من خلال ايه؟ تقدر تعمل ده من خلال الاي بي اي. فالايف سي ده يعتبر سوليوشن موجود بيلدينج سمارت عاملاه، ده فكرته كلها ان هو بيحسن الانتر اوبرابيلتي. طيب تاني الفكره كلها الاي بي اي بيساعدني ان انا اقدر اكستراكت داتا من ابلكيشن معين، وطالما ان انا قدرت اكستراكت الداتا هي دي الباور بتاعت البيم، اقدر ان انا انتجريت الداتا ديت مع اي سوفت وير ومع اي ابلكيشن تاني. طبعا الموضوع بيكون فيه تفاصيل زي ان الداتا ديت لازم يكون ليها سكيما. يعني ايه سكيما؟ يعني الداتا دي كلها ستراكشر معين هي انت يعني متظبط على السوفت ويرز كلها وبعضها زي الاي اف سي. يعني انت النهارده الاي اف سي هو ليه سكيما معينه، ليه ستراكشر معين، لذلك لما تفتحه على مثلا الريفت هيفتح معاك، تفتحه على برنامج زي الساب هيفتح معاك، تفتحه على اي اف سي فيور هيفتح معاك. ليه؟ هو ليه ستراكشر وليه سكيما. السوفت وير دي كلها متبرمجه ان هي تقرا السكيما بتاعه الاي اف سي. طب هو انا ممكن يكون في مثلا انا اقدر اعمل السكيما بتاعتي؟ اقدر اعمل السكيما الخاصه بيا. ايوه تقدر تعمل ده على السوفت وير اللي انت شغال عليها. طيب عشان اقدر اعمل ده واقدر اقرا الداتا بالسكيما اللي تخصني، محتاج اعمل ده من خلال الاي بي اي. فهو ده الباور الرئيسي بتاع الاي بي اي، خصوصا كمان لو بتتعامل معاه من خلال السي شارب. طيب السؤال بقى دلوقتي، خلاص ماشي احنا عرفنا الاي بي اي، وقلنا الاي بي اي ده ليه شويه مميزات جميله، اوتوميشن بقى وداتا اكستراكشن، وان انا اقدر اتعامل مع سوفت ويرز مختلفه. طب انا لما اجي اتعلم برمجه، ابدا سي شارب، ابدا بايثون، ابدا داينامو، انا دايما السؤال لما بتسال السؤال ده انا بقول ابدا. يعني الحاجه اللي انت تقدر تبدا فيها ابدا، يعني سي شارب ابدا، جرب تبدا سي شارب، ابدا بايثون، ابدا داينامو. في الاخر المهم ان انت تبدا، ما تبقاش متوه نفسك بين التكنولوجيز، لان المجال ده شويه مفتوح بشكل كبير جدا. انت النهارده لو عايز تتعلم ريفت هتروح تتعلم ريفت وخلاص، هتعلم اوتوكاد تعلم اوتوكاد. لكن انت بدات دخلت في الدومين بتاع البرمجه والدومين بتاع السوفت وير ديفلوبمنت، فانت عارف انك دخلت عالم كبير جدا. فاللي انت يكون موجود قدامك والحاجه اللي انت اول حاجه اقرا عن السي شارب والداينامو والبايثون مثلا، وفي الاخر اختار حاجه وابدا بيها. ومفيش اي مانع انك تتعلم الثلاث حاجات، يعني مفيش مثلا اي مانع لو انا عندي سوفت وير او الاي بي اي بتاع السوفت وير موجود بلغه معينه او بيدعم اكتر من لغه، مفيش مانع ان انا اتعلم حاجات مختلفه. التنوع هيفيدك في ان انت بتقرا هنا حاجات وبتقرا هنا حاجات، فالتنوع والانتراكشن ده هيفيدك بشكل كبير. طيب ايه السي شارب بقى؟ طبعا السي شارب انا بالنسبه لي هي يعني لو انت راجل مهندس وعايز تعلم برمجه، فانا الاختيار الامثل اللي اقول لك عليه السي شارب. ليه؟ سي شارب هي جنرال بيربز بروجرامنج لانجويج. احنا قلنا في اول سيشن ايه؟ احنا قلنا في اول سيشن لما تيجي تفكر انك انت تتعلم برمجه وتربطها ما بين الانجينيرنج وما بين الدومين بتاع الانفورميشن تكنولوجي، انا يهمني الاول تاخد فتره
يعني خد وقتك فيها، لان للاسف يعني الناس، يعني بتكلم من تجربتي في مجال التريننج، يعني في المجال ده الناس بتبقى مثلا جاي هو عايز في شهر يتعلم سي شارب ويتعلم كل حاجه ويطلع يعمل ادنز وبلجن ويرفعها على الديسك ستور ويبيع والقصه دي كلها. الموضوع بياخد وقت في التدريب. اسهل حاجه في ان انت توصلها هو الريفت اي بي اي. دايما انا بقول كده، اسهل حاجه ان انت تتعامل مع الاي بي اي بتاع الريفت او الاي بي اي بتاع سوفت وير، دي اسهل حاجه لانك انت مش تحفظها، انت هتسيرش على الكود ده بس. لكن اصعب حاجه انك انت تتعلم برمجه، وفي فرق كبير جدا من انك تتعلم برمجه وبينك انت تتعلم لغه برمجه. لغه برمجه السي شارب سهل تتعلم السينتاكس، البايثون سهل تتعلم السينتاكس، ولكن البرمجه اللي هو انت بتقدر تتعلم ازاي تفكر وازاي انك انت تحل المشاكل بتاعتك. فالسي شارب لو انت بقيت تتعلم سي شارب هي لغه زي ما بتقال كده جنرال بيربز بروجرامنج لانجويج. يعني ايه جنرال بيربز؟ يعني تعرف تعمل بيها حاجات كتير قوي. لو انت قررت تعمل ديسكتوب ابلكيشن تقدر تعمله بالسي شارب، وتعتبر واحده من احسن الاختيارات في الديسكتوب ابلكيشنز لو انت عايز تعمل ابلكيشن ديسكتوب. لو انت عايز ويب السي شارب، وطبعا في فريم ورك المشهور بتاعها الاي اس بي دوت نت، تقدر تعمل ويب ابلكيشن كامل باستخدام السي شارب وباستخدام الامكانيات اللي السي شارب بتديها لك. لو انت عايز تعمل موبايل ابلكيشن ويشتغل على الاندرويد واي او اس، تقدر تعمل ده من خلال السي شارب ومن خلال منصه سي شارب او مايكروسوفت دعمها اسمها زامرين. فتقدر انك انت بالسي شارب كل الكلام ده انت لسه ما وصلتش للريفت اي بي اي ولا اوتوكاد اي بي اي ولا توصلت لاي حاجه. انت راجل بتتعلم سي شارب، خدت وقتك فيها، اتعلمتها بشكل كويس، وبعدين بتتعلم بقى التكنولوجيز اللي بتساعدك بعد كده. انا لو عايز اعمل ديسكتوب ابلكيشن هيبقى والله محتاج اتعلم دبليو بي اف وويندوز فورم. بس قبل ما اتعلم دبليو بي اف وويندوز فورم محتاج اكون قوي في السي شارب، وهنشوف ازاي تبقى يعني ايه تبقى قوي في لغه برمجه. طب عايز اتعلم ويب يبقى يتعلم اي اس بي دوت نت، عايز اتعلم زامرين يبقى موبايل يبقى زامرين. لكن الاساس بتاع الكلام ده كله هو السي شارب. تعلم السي شارب بشكل مفصل وخد فيها وقتك. زي ما قلنا ان طبعا السي شارب بتدعمها مايكروسوفت، وطبعا يعني كم الانهانسمنت اللي بيحصل فيها والتكنولوجيز المساعده اللي تنزل معاها بتبقى كبيره جدا وبتسهل عليك وقت كبير جدا جدا. طبعا بنقول انها بتستخدم ويب ابلكيشن، تقدر تشتغل ديسكتوب ابلكيشن، كروس بلاتفورم وموبايل ابلكيشن. بنقول ان الكروس بلاتفورم دي معناها ان انا يعني حاجه برضو معلومه نقولها، لو انت النهارده قررت تعمل موبايل ابلكيشن، فالموبايل ابلكيشن ده اما يعني هيشتغل على منصه من ثلاث منصات، يا اما يونيفرسال، يا اما هيشتغل على ابس بتاعت ويندوز فون، او ان هو هيشتغل على الاندرويد، او هيشتغل على اي او اس. الفكره الاساسيه لو انا هعمل موبايل ابلكيشن مثلا يشتغل على الاندرويد يبقى اتعلم جافا. طب ولو هعمل موبايل ابلكيشن يشتغل على الاي او اس يبقى اتعلم حاجه اسمها اوبجكتيف سي او سويفت. طيب لو هتعلم حاجه تشتغل ابلكيشن للويندوز وكده او للموبايل ويندوز يبقى انت كده بتتكلم على السي شارب. يبقى لو انا النهارده عايز اعمل ابلكيشن واحد ولكن يشتغل على بلاتفورمز مختلفه، هعمل كل ابلكيشن بلغه البرمجه اللي هو بيدعمها. طبعا ده بتبقى دي حاجه بنسميها احنا نيتيف ابلكيشنز، ودي تديك بيرفورمانس قوي جدا وبتديك تحكم كامل في الموبايل ديفايس. طب احيانا انت مش محتاج، يعني مع تطور الموبايلات والاجهزه والسرعات بتاعتها ممكن تعمل كروس بلاتفورم. كروس بلاتفورم بمنتهى البساطه معناه انك انت بتعمل الابلكيشن ده بلغه برمجه واحده، اللي هو مثلا هعمل الابلكيشن ده بالسي شارب، والمنصه اللي انت بتتعامل معاها زي الزمر مثلا هي هي اللي هتساعد، او التكنولوجي دي هي اللي هتساعدك انك انت تخرج الابلكيشن اللي انت عامله ده يشتغل على الثلاث منصات. فعشان كده بنسميها كروس بلاتفورم موبايل ابلكيشن. طبعا المجال ده مجال شغل كبير جدا جدا جدا، واعرف مهندسين كتير وهو مهندسين، وهو مهندس راجل شغال مهندس مدني عادي جدا او مهندس تنفيذ او اي حاجه، وانا اعرف فعلا مهندس تنفيذ شغال موبايل ابلكيشن ديفلوبر وهو مهندس تنفيذ. فده مجال مفتوح بشكل كبير جدا، وفرص الشغل فيه كتيره. وحتى كمان انت لو بصيت على الفريلانسنج او على الويب سايتس اللي بتشتغل فيها، هتلاقي الموبايل ابلكيشنز النهارده من اكتر الحاجات المطلوبه. وانت بنفسك شايف انت موبايل بتاعك كل يوم فيه ابلكيشن جديد موجود. كمان ان السي شارب معظم البيم سوفت وير او الاي بي اي بتاع البيم سوفت وير بينتجريت بشكل كويس جدا مع السي شارب. يعني الريفت هتلاقيه شغال سي شارب، الاوتوكاد شغال سي شارب، النابس ورك شغال سي شارب. انا بتكلم على البيم سوفت ويرز بتاعه اوتوديسك مثلا، تكلا مثلا تقدر تنتجريت معاها مع السي شارب. البرامج بتاعه الاناليسز زي الساب والايتابس بتنتجريت بشكل كويس جدا مع السي شارب. فيبقى بالنسبه لك السي شارب هي لغه برمجه لو انت اتعلمتها هتقدر هتفتح لك تشانلز في حاجات كتيره جدا جدا جدا.
لكن طبعا السي شارب هي تعتبر لو في المقارنات لو انت بتقارنها بالبايثون مثلا هي بتاخد وقت اطول شويه، يعني انت تاخد وقت اطول شويه عشان خاطر تتعلم سي شارب، لكن كم الفرص اللي هتتفتح او كم الدومينز اللي هتتفتح مع السي شارب كبير جدا جدا. طبعا بالنسبه للاوتوديسك تحديدا يعني بتنتجريت بشكل كبير زي ما قلنا. السي شارب طبعا بتستخدم مع الكومبليكيتد ابلكيشنز، يعني ايه؟ يعني انت محتاج ان انت انتجريت ديفرنت سوفت ويرز ببعضها زي ما اتكلمنا في السلايدز اللي فات، يبقى انت كده بتتكلم على السي شارب هتساعدك بشكل كبير لان السرعه هنا مطلوبه وهي لغه البرفورمانس بتاعها عالي. الداتا اكستراكشن لو انت عايز تكستراكت داتا من المودلز السي شارب تقدر تعمل ده وتطلع لك الداتا، او ان انت تقدر من خلال السي شارب تظبط شكل الداتا اللي انت عايز تطلعه، تظبط السكيما اللي انت عايز تطلع، فالسي شارب هيساعدك تعمل ده بشكل كبير جدا. لو انت بتعمل ابلكيشن البرفورمانس بتاعك هو رقم واحد، يعني انت عايز ابلكيشن يكون سريع قدر الامكان، فبالتالي السي شارب بتساعدك في الموضوع ده بشكل كبير جدا لان هي سريعه. كمان ان انت تقدر من خلال السي شارب تبلش الابلكيشن بتاعك كاي اكس اي، اكس اي اختصار لحاجه اسمها اكسكيوتبل فايل. البرامج اللي احنا بنتعامل معاها على الويندوز تحديدا بتبقى برامج اكس اي، بتاخد البرنامج دبل كليك عليه البرنامج بيبدا يشتغل. الاكس اي ده حاجه كده بنسميها انترميديت لانجوج، مش عايز ادخلك في تفاصيل الموضوع بتاع الاكس اي ده، ولكن هو انت ده الاداه البرنامج بتاعك بتضغط عليه بيبدا البرنامج يشتغل. الفكره في الاكس اي ده انك انت ما تقدرش تشوف البرنامج مكتوب ازاي او ما تقدرش تشوف الكود، يعني انت النهارده لو معاك فايل الريفت معاك كاكس اي ما تقدرش تشوف الكود اللي مكتوب بالريفت، لان الاكس اي بيبقى مش سي شارب، بيبقى حاجه كده ما بين السي شارب وبين الماشين كود. الماشين كود اللي هو الاصفار والوحيد، احنا نقطه لو متفقين عليها ان الكمبيوتر ما بيفهمش الا اصفار وواحد بس، يعني كل حاجه انت بتعملها على الكمبيوتر في الاخر بتتحول لصفر وواحد، وكمان بتتحول لعمليات جمع وطرح. اي حاجه انت بتعملها على الكمبيوتر صفر وواحد وجمع وطرح، لو انت بتعمل كالكوليتر وبتضرب ارقام في بعضها في الاخر هيتحول جمع وطرح، هتقسم هيتحول جمع وطرح. ففي النهايه الكمبيوتر بيفهم الماشين كود اللي هي الاصفار والوحيد فقط لا غير، لكن الاكس اي بتبقى حاجه ما بين لغه البرمجه اللي انت كاتب بيها السي شارب وما بين الماشين كود. لو انت فتحتها ما تقدرش تفهم لو انت فتحت الابلكيشن ده بنوت باد او باي حاجه او اي تكست اديتور مش هتفهم اي حاجه، فبالتالي بيبقى الابلكيشن ده سكيورد. يعني ايه سكيورد؟ يعني انا اقدر اديه لحضرتك واقول لحضرتك اتفضل الابلكيشن ده، انت مجرد كلاينت هتشغل الابلكيشن ده عندك، لكن ما يقدرش تشوف الكود اللي الابلكيشن ده معمول بيه لو انت يوزر عادي، يعني مش حد بروفيشنال وكده في البرمجه وتقدر تعمل ديكومبايلنج والقصه دي. ولكن لو انت يوزر عادي صعب جدا عليك انك انت تفتح وتقدر انك انت تشوف الابلكيشن ده بيشتغل ازاي وفكرته ايه، هيكون الموضوع صعب. فبالتالي اقدر ابلش الابلكيشن بتاعي ده في شكل اي اكس اي، مجرد ان انا بدي للعميل واقول له اتفضل شغل الابلكيشن ده عندك. طبعا بنتكلم اي اكس اي لو انت بتتكلم على ديسكتوب ابلكيشن، حاجات هتترن على الويندوز. طيب نيجي بقى للقصه الثانيه بقى، الفيجوال بروجرامنج. الفيجوال بروجرامنج بمنتهى البساطه بتعتمد على فكره الالجوريثم. يعني ايه فكره الالجوريثم؟ هو اهم حاجه في الموضوع بتاع بيم اوتوميشن ده مش الكود ولا السي شارب ولا الاي بي اي ولا اي حاجه، اهم حاجه كلها فكره الالجوريثم. ايه الالجوريثم؟ اللي هو ايه الطرق اللي انت هتتبعها علشان خاطر تحل مشكله معينه. بس الكلام ده يعني ملوش علاقه بالبرمجه نهائي، ده انت راجل بروبلم سولفنج، انا اسف ملوش علاقه بلغه البرمجه، لكن هو برمجه، انت راجل بروبلم سولفر، انت واحد جاي تحل المشكله بتاعتك. لذلك كل الناس اللي بتتعلم برمجه، ودي برضو حاجه انا لاحظتها في التريننج، يعني لما بنيجي ندي تاسكات او بندي حاجات الناس تعمل ايه؟ اول ما ياخد التاسك يفتح اللابتوب يشغل الفيجوال ستوديو ويروح على الكيبورد على طول. الكلام ده غلط. ليه؟ لان الكيبورد عمره ما هيحل مشكله، الكيبورد بينفذ اللوجيك اللي موجود في دماغك. طب هو انت اصلا لسه ما فيش لوجيك، فاتح الكيبورد يعني فاتح الفيجوال ستوديو تكتب ايه؟ ولا حاجه، وهتعطل وهتقف وهتكتب كام سطر وهتقف، مش هتعرف تكمل ومش هتعرف تسيرش، لان هو اصلا لسه اللوجيك بتاع حل المشكله مش موجود عندك. ولكن انا بقول اي حد بيشتغل في المجال ده، سواء بقى فيجوال بروجرامر سواء بقى سي شارب سواء بايثون، اي مشكله موجوده معاك المشاكل في السوفت وير، ودي نقطه يمكن الناس هتتفاجئ منها، بتتحل على ورقه وقلم، ما بتتحلش بالكيبورد خالص، ما بتتحلش بالاديتور خالص، بتتحل على ورقه وقلم. طلع ورقه وقلم كده وتبدا تفكر ازاي تحل المشكله بتاعتك، وفي الاخر تحط مجموعه من الخطوات انت هتمشي عليها عشان خاطر تحل المشكله. كده تقريبا احنا بنتكلم ان 80% من المشكله خلاص. طب فاضل ايه؟ فاضل ان احنا ناخد الكلام ده ونكتبه بلغه برمجه. هنا وقتها انت وقتها ممكن تروح تقول لواحد ادي ده بنسميه الالجوريزم، الالجوريزم ده اتفضل ادي ده الالجوريزم اللي بيحل المشكله، هتدي لواحد
عارف سي شارب هيطلع لك البرنامج مكتوب بالسي شارب، واحد شغال بالجافا هيطلعه بالجافا، واحد شغال بايثون هيطلع الكود مكتوب بالبايثون. فهي الفكره هنا اللي احنا بنتكلم فيها هو الالجوريثم وطريقه التفكير بتاعتك اللي هتخليك انك انت تقدر تحل المشكله. فدايما الناس لما تيجي تتعلم ما تفكرش، او حتى الناس اللي بدات في المجال ده، مش اول حاجه تفتح الداينامو وتبدا توصل نودز ببعضها، مش اول حاجه تفتح الفيجوال ستوديو وتكتب كود. اول حاجه لما تجي لك مشكله انت عايز تحلها، او مشكله طلعت معاك انت حابب انت تحلها، ورقه وقلم وابدا حل المشكله بتاعتك لغايه ما توصل لتصور عام، وبعدين ابدا نفذ الكلام ده. في الاخر هتلاقي الوقت بتاع الكودينج خد معاك وقت قليل جدا، ولكن الوقت الاكبر هيروح في التفكير وحل المشكله. الفيجوال بروجرامنج هي فيجوال واي. يعني فيجوال واي هو الراجل بيكلمك بيقول لك انت مش عارف يعني مش عارف سي شارب، مش عارف برمجه، انت بعيد عن المجال ده خالص ومش حابب تخش في المجال ده. فالفيجوال بروجرامنج هي اللي هتساعدك، لكن انت محتاج انك انت تول تساعدك انك انت اوتوميت التاسكات بتاعتك، يكون فيها جزء بياخد وقت تعمله مانوال، عايز تعمله داينامو سكريبت مثلا عشان خاطر يحل لك المشكله ديت، فتقدر تعمل ده من خلال الداينامو. ولكن هو زي ما قلنا انت بيبقى عندك الفكره او بيبقى عندك السوليوشن في دماغك وبتبدا تتعامل معاه. الداينامو هي جرافيكال بروجرامنج فور، يعني انا شايف ان الداينامو دي بتستخدم بشكل كبير اكتر، بيستخدمها الناس بتوع عماره لو هو عنده شكل معقد شويه ومش عارف ايه، فيقدر ان هو بالداينامو هتسهل عليه الموضوع، اللي هي فكره البارامتريك موديلنج او البارامتريك ديزاين. تول كويسه جدا في الموضوع بتاع الاوتوميشن لو البرفورمانس بتاعك ما كانش هاي بريوريتي، يعني البرفورمانس بتاعك مش احسن حاجه. ان الداينامو لو قارناها بالسي شارب، لا هو الداينامو كده ما فيش برفورمانس، البرفورمانس بتاع السي شارب اقوى بكتير. طبعا زي ما قلنا هي سوتبل للكومبيتيشنال ديزاين، ولو انت بتتكلم على اركتكتشر ديزاين كومبليكيتد تقدر بالداينامو تحل لك الموضوع ده. مش هتروح يتعلم سي شارب وتكتب كود عشان تشتغل بارامتريك موديلنج، يعني لا انت تقدر بالداينامو تعمل القصه دي. لكن هنا الداينامو بقى فيها مشكله. انت النهارده ودي انا شفتها من اصدقاء ليا، يعني اعرف مجموعه من الاصدقاء كتير في المجال ده عاملين باكجز داينامو قويه جدا وعاملين شغل كبير جدا، بس هو عنده مشكله ان هو ايه، مش عارف يبيع الحاجه بتاعته. يعني ايه؟ ما هو انت في الاخر لما يجي يديك السكريبت بتاع الداينامو ده هيديك ايه؟ هو بيديك كده كانه بيديك السورس كود، كانه بيقول لك اتفضل شوف انا حليت المشكله دي ازاي. بس يعني هو كده بيقول لك ادي الداينامو بقى اتفضل شوف انا حليت المشكله بالطريقه دي. ويمكن هو الحاجه دي هي اللي بتبقى مهمه جدا، مش ان انا اكتب كود، لا ان انت حليت المشكله ازاي. انا النهارده يوم ما اجي اديك مشكله معقده، يعني مشكله فيها مثلا شغل كومبيوتيشن مثلا وشغل كومبيوتيشنال جيومتري، وده بقى الناس بتوع الكاد هيبقوا عارفين القصه دي، الشغل مليان جيومتري ومليان شغل وانت بقى بتقعد تعمل الجوريزم يعني يبهدلك. ونفس الكلام في الريفر لو شغال دايره، يعني وتقعد تعمل الجوريزم يبهدلك. لو انت هتيجي تبيع هتبيع ايه؟ الفكره مش في ان انت بتبيع الباكج بتاع الداينامو، انت هنا بتبيع الالجوريزم نفسه، وده سعره اغلى كتير جدا من الابلكيشن. يعني نقطه برضو احب اقولها لكم، احنا لما بنيجي نشتغل في سوفت ويرز او ابلكيشن نيجي نمضي عقد او كونتراكت مع الكلاينت، لو انت بتدي له الابلكيشن ده باكس تقول له اتفضل ادي الابلكيشن كي اكس اي، في كلاينت يقول لك لا انا عايز السورس كود. يعني ايه؟ يعني اديني السورس كود. واصل انك انت بتدي له السورس كود، انت بتدي له الطريقه اللي انت اشتغلت بيها وبتدي له طريقتك في حل المشكله. السورس كود نفسه ده ليه سعر ممكن يعني يكون اغلى من سعر الابلكيشن نفسه، يعني في بعض الكيزز يعني. لكن انت لو بتبيع باكج داينامو لا مش هتقدر. فدي اول حاجه، لو انت في او ده مشكله انا بقول لك في ناس عاملين باكجز داينامو يعني عاملين فيها شغل عالي جدا، ولكن هو ما يقدرش يبيعها. ليه؟ ما هو في الاخر هيديك السورس كود بتاعها، هيديك الفكره اللي هو حل بيها. طب يجي يعمل ايه بقى؟ يبقى قدامه حل من اتنين، يا اما يشوف ديفلوبر بتاع سي شارب يقول له تعالى ادي الباكجز وادي الالجوريزم وكودها لي سي شارب عشان اعرف ابيعها، يا اما بقى الراجل ده يروح يتعلم سي شارب عشان خاطر يكود الحاجات دي بنفسه ويقفلها. سواء بقى هو هيبيعها بشكل هو شغال هيقدر هو يبيعها او ان هو يرفعها على الستور، على حسب بقى هو هيقدر يتعامل في الموضوع ده ازاي. لكن في الاخر برضه هو واحد عايز يحافظ على الشغل بتاعه، فكل فكره مش هيديها لك. حد ممكن يقول لي احنا النهارده في مجتمع اوبن سورس وكل حاجه تبقى متاحه وكل حاجه تبقى مفتوحه، اقول لك كلام جميل، بس الكلام ده انت تكلم بيه شركات، لكن انت بتكلم واحد بيعمل باكج عايز يبيعها عشان تشكل له دخل، فهو ليه يديها لك اوبن سورس؟ دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان احنا في مصر هنا ما عندناش فكره ان هي الناس فاكره ان اوبن سورس يعني فري، لا اوبن سورس ممكن تبقى اوبن سورس ومش فري على فكره، وفي لايسنس بتحكم الكلام ده شويه في، يعني لو بتكلم على هنا شويه فكره الملكيه والقصه ديت لا ما مش موجوده بشكل كبير، فهو افضل له ان هو يحافظ على الشغل بتاعه سواء كان فرد او كان مكتب، ان في مكاتب برضو عاملين باكجز داينامو
ولو هو حاب يبيعها لشركه تانيه ولا مكتب تاني ما يقدرش ان هو يبيعها له. الداينامو بيحول يعني الداينامو بقى ازاي، طب ازاي كان ده بيتنفذ؟ الداينامو سكريبت اللي انت بتكتبه ده في الاخر بيتحول لكود ازاي هنشوف، لكن هو في الاخر الريفت ما بيفهموش، الريفت ما يعرفش يعني ايه داينامو اصلا، ولا النود ولا القصه اللي انت بتعملها دي كلها الريفت ما يعرفهاش، سواء داينامو او بايثون ما يفهمهمش. امال الريفت بيفهم ايه؟ الريفت بيفهم سي شارب فقط لا غير. طب امال الكلام ده بقى بيحصل ازاي؟ يعني دلوقتي انت بتقول لي عندك داينامو تمام وعندي بايثون تمام، لكن الريفت بيفهم سي شارب. طب السؤال بقى ازاي؟ في حاجه اسمها ريفت بايثون رابر. الريفت بايثون رابر، فكره الرابر بشكل عام انك انت في البروجرامنج ان انا اقدر اعمل رابر لنفسي. الرابر ده فكرته كلها ان هو يقدر ان انا مثلا لو انا بكتب كود او بشكل كبير مش او فانكشن مثلا بعملها بالسي شارب مثلا بتاخد مني عدد سطور كبير قوي، بدل ما كل شويه اروح اكودها او اروح ان انا اكرر السطور دي، لا بعمل لنفسي رابر. فده معنى كلمه رابر يعني ايه؟ يعني انا هحط الكلام ده كله في فانكشن واحده وابدا اتعامل معاها. مجموعه الفانكشنز دي كلها ممكن بالنسبه لي انها انا بسميها رابر. رابر لو انا بتعامل مع لغات مختلفه، يعني مثلا النهارده انا عايز اكتب بايثون وفي الاخر الكود اللي هيروح ده سي شارب، او هو الريفت بيفهم سي شارب، طب انا بكتب بايثون مين بقى المسؤول عن ان هو يعمل الايكويفالنس ديت اللي هو التحويله ديت؟ الرابر. ففكره الرابر مع الداينامو والبايثون حاجه بنسميها الريفت بايثون رابر. الريفت بايثون رابر بمنتهى البساطه هو عباره عن رابر اتعمل عشان خاطر يخلي البايثون الناس اللي لو انت راجل بايثون بروجرامر مثلا وعايز تتعامل مع الريفت، انت راجل شغال بايثون عايز تتعامل مع الريفت فتقدر بتكتب كود بايثون، الريفت بيفهم بايثون؟ لا اوفيشالي مش سبورتد، يعني الريفت نفسه مش بيسبورت البايثون، ولكن انت بتبدا تكتب الكود بتاع البايثون والريفت بايثون رابر بيتولى فكره التحويل. طب والداينامو نفس الكلام. طب والبايثون اللي جوه الداينامو نفس الكلام، هو الريفت ما بيفهمهاش مش شايفها اصلا. هي دي الفكره. الريفت بايثون رابر هتلاقيه موجود في الداينامو، موجود في حاجه اسمها باي ريفت اللايبرري بتاعه البايثون، وطبعا الريفت بايثون شيل. لو انت بتنزل الريفت بايثون شيل هتلاقي الحاجات دي باكجز بتنزل اللي هو بنسميها الريفت بايثون رابر. الريفت بايثون رابر زي ما قلنا بتساعدك بشكل كبير انك انت شغال داينامو او شغال بايثون الكود ده يتحول لسي شارب، لان الريفت نفسه ما بيفهمش الا سي شارب، ما بيفهمش اي لغه برمجه تانية غير بتاعه دوت نت طبعا، يعني في بي يفهم، سي شارب يفهم، لكن بايثون داينامو ما يفهمش. نفس الكلام الاوتوكاد، في رابرز موجوده برضو بتخليك تكتب بايثون على الاوتوكاد. لكن هنا في نقطه، بص طالما انت بتتكلم في حاجه بتحول لحاجه، وكل ما الموضوع كان اسهل عليك في التعامل اعرف ان انت هنا ده في بينالتي على البرفورمانس. يعني ايه؟ يعني الداينامو مثلا عشان تعمل باكج داينامو وتقارن البرفورمانس بتاعها بالسي شارب ولا حاجه، انت كاتب كود بالسي شارب على طول بيروح يكلم الريفت اي بي اي باللغه اللي هو بيدعمها، فالسرعه قويه جدا او السرعه كبيره جدا، لكن الداينامو ابطا. طب نفس الكلام حتى لو انت قارنت بين البايثون كلغه برمجه وبين السي شارب كلغه برمجه، لا البايثون لغه برمجه ابطا من السي شارب. طبعا في فاكتورز ثانيه بتحكم القصه ديت ان هي انتربريتد بروجرامنج لانجوج وقصه كده، ولكن دايما خلي عندك حاجه كده ان كل ما انا انت كاند يوزر عمال تتعامل مع حاجه سهله 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 سهله، فبالتالي بتلاقي بنالتي على البرفورمانس. نفس الكلام لو جيت قارنت لغه زي السي مثلا او السي بلس بلس والسي شارب، السي شارب اسهل كتير جدا من السي وسي بلس بلس، هتلاقي برضو ان السي وسي بلس بلس كبرفورمانس على حاجه. طبعا انت مش تتعامل او في الدومين ده بتاعنا بشكل كبير، طالما بنتكلم على ليفل الكاستمايزيشن لحد دلوقتي احنا بنقول ان في برامج جاهزه واحنا بنبدا نتعامل ونكستمايز على البرامج ديت، فعلى حد او على قد الفكره بتاعت الكاستمايزيشن انت مش هتروح للسي بلس بلس ولا هتروح للكلام ده، سي شارب وبايثون دول اكتر حاجات هتتعامل معاها في الدومين بتاع الانجينيرنج سوفت وير ديفلوبمنت. طيب انا كده هنبدا كده ناخد بقى كده ايه زي ما بيتقال يعني انترودكشن بسيطه جدا عن الريفت اي بي اي، ونشوف يعني بعض المصطلحات كده الموجوده، وهعمل لك ريفير للريفت اي بي اي دوكس، وده يهم الناس اللي عارفه سي شارب. طب الناس اللي مش عارفه سي شارب هنبدا بقى نقول لهم لو هو عايز يتعلم يعمل ايه، لان الموضوع بتاع الريفت اي بي اي ده اسهل حاجه فيه زي ما قلنا انك انت تتعامل مع اللايبرري او انت تتعامل مع المكتبه بتاعه الريفت، دي اسهل حاجه، لكن الموضوع ليه بريكويزيت كتيره جدا. طيب الريفت اي بي اي بمنتهى البساطه هو عباره كده عن اي بي اي بلاتفورم تقدر تاكسسها مع اي لغه برمجه كومباتبل مع الدوت نت فريم ورك. ايه الدوت نت فريم ورك اصلا؟ الدوت نت فريم ورك بمنتهى البساطه هي عباره عن مجموعه من المكتبات بتنزل عندك وانت بتسطب الويندوز.
الديفلوبمنت بتاع الابلكيشنز المعتمده على السي شارب بيطلب منك وانت بتكرييت او وانت بتديفلوب البرنامج بيقول لك انت عايز البرنامج ده يشتغل على اني دوت نت فريم ورك. طب هو ليه؟ اصل انت كديفلوبر وانت شغال كل ما كانت الدوت نت فريم ورك الفيرجنز بتاعتها اعلى كل ما كان في تطوير اكتر بيسهل لك وبيساعدك. فمعنى كده لو انا مثلا عملت الديفلوبمنت بتاع برنامج معين او لعبه معينه على دوت نت فريم ورك عاليه اللي هي مثلا 4.7 لو بنتكلم على اخر حاجه تقريبا في الدوت نت فريم ورك قبل الدوت نت كور دلوقتي بتتكلم مثلا على 4.7. طيب وانا النهارده راجل بعمل ويندوز ومش عارف ايه ومشغل الابلكيشن بتاعي بس انا عندي 4.5 انا ما عنديش 4.7 وانت الابلكيشن بتاعك شغال على ايه؟ شغال على 4 انت وانت بتبرمجه مبرمجه ان هو يشتغل على 4.7 وانا عندي 4.5 اول ما الابلكيشن يجي يحصل له سيت اب شكرا مش هيشتغل. ليه؟ اصل هو محتاج الدوت نت فريم ورك اللي هو حصل له ديفلوبمنت عليه. ويمكن بقى هي دي المشكله اللي بتقابل كل الناس لما يجي يسطب برامج ودي مشكله شهيره. يجي يسطب البرنامج او يجي يسطب السوفت وير يلاقي السوفت وير ضرب او يسطب لعبه يقول له لا استنى انا مش هكمل انستليشن روح هات لي الدوت نت فريم ورك اللي رقمها كذا عشان خاطر ابدا اكمل. يبقى هي الدوت نت فريم ورك عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموعه من المكتبات اكواد كده الابلكيشنز بتستخدمها او الابلكيشنز اللي مبرمج عملها بتستخدم مجموعه المكتبات دي ففي الاخر هي لازم تكون موجوده عندك. فلغات البرمجه الكومباتبل مع الدوت نت فريم ورك هي لغات البرمجه اللي مايكروسوفت بتدعمها اللي هم ايه اللي هم السي شارب والفي بي دوت نت. الفي بي دوت نت بصراحه يعني خلينا نقول ان هي لغه مش منتشره بشكل كبير مع الريفت اي بي اي يمكن انا ما احتكتش بيها خالص ما شفتش اكواد مكتوبه بيها معظم الشغل الموجود موجود بالسي شارب فبالتالي ان انت الريفت اي بي اي هو يشتغل مع اي لغه برمجه كومباتبل مع الدوت نت ولكن هنا بنتكلم على السي شارب هي اللي هتبقى اللغه بتاع الاختيار بتاعك لانك انت لو بتختار ما بين الفي بي دوت نت مثلا والسي شارب طبعا هتتعلم السي شارب. الريفت اي بي اي الفكره بتاعته ان هو بيدخل او بيعمل اكسس على الفانكشناليتي بتاعت الريفت باستخدام الكود. زي ما قلت لو انت عندك تاسك بتعملها معينه من خلال يوزر انترفيس موضوع الكليكس اللي انت بتعملها بالماوس دي بتاخد وقت وبتطول. فالفكره كلها ان انت مش هتقعد لو في تاسك بتقعد كليكس 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 وموضوع ريبيتيف وفي تكرار بشكل كبير جدا جدا فتقدر تعمل نفس الحاجه نفس الفانكشناليتي تخشها من خلال السي شارب ومن خلال الكودينج وبالتالي هتوتوميت التاسكس دي. طبعا في المشاريع الكبيره فكره الاوتوميشن دي بتوفر كم كبير جدا من الوقت. الناس اللي بتشتغل في المجال ده عارفه ان البيم بروجكت يعني كبروجكت الوقت بتاعه بياخد وقت كبير فبالتالي الاوتوميشن هنا بقى ليه اهميه بشكل كبير ان هو يسرع من العمليه بتاعه الشغل بتاعك عشان خاطر انت تنجز. انت لو بصيت في تاسكات ممكن تقعد تاسك ممكن تقعد زي بقول لك تاسك الطباعه مثلا انت تعمل جروبينج وتجروب الشيتس وتحط شيتس في فولدرز والقصه دي كلها ممكن تاخد منك ويوم كامل لكن في حين ان في بلجنز مثلا كان في احد المهندسين اللي معانا كان عاملها بتخلص القصه دي كلها حوالي في 6 دقائق او 5 دقائق فبتتكلم هنا شوف كميه وقت قد ايه فتقدر انك انت اوتوميت بيها الريبيتيف تاسكس. طب حد سالني مره قال لي طب ولو التاسك دي مش ريبيتيف يعني ايه مش ريبيتيف؟ يعني التاسك دي ملهاش باترن. الله طب زي ايه؟ النافس مثلا. الناس اللي بتشتغل على النافس ممكن يقعد بشكل كبير يقعد يرمي له كلاشز هي اصلا مش كلاشز ويخلي المهندس يقعد يعدي على كلاش اللي منهم كلاش ماشي ويعدي حاجات ثانيه. ما جاش الموضوع ده كنت انا مره حبيت اشتغل فيه بس الفكره لقينا ان الموضوع ملوش باترن محدد. يعني ايه ملوش باترن محدد؟ يعني مفيش حاجه متكرره بشكل ثابت انا اقدر امسكها فاقدر ابرمجها. فملوش باترن. طيب هو اي حاجه ملهاش باترن محدد او باترن ثابت ما ينفعش نبرمجها؟ لا ينفع بس وقتها التكنولوجيز او الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ما تنفعش. طالما حاجه ملهاش باترن يبقى انت بتتكلم بقى في سكه اي اي وبتتكلم في ماشين ليرنينج وان الماشين بقى بتعلم نفسها وبتحاول ان هي تعمل عمليه استنباط للباترن دوت فده موضوع ثاني خالص. لكن على قد الريفت اي بي اي وعلى قد اوتوكاد عشان في ناس ممكن يجي مثلا ان هو عايز يعمل فكره ابلكيشن لا دايما تبقى عارف حاجه الموضوع بتاع الاي بي اي زي ما قلنا يا اما بتتكلم على اوتوميشن يا اما بتتكلم على داتا انتروبرابيلتي يعني حاجه من الاثنين دول. لو انت بتتكلم على داتا انتروبرابيلتي فالموضوع مع انت بتكستراكت داتا. لو انت بتتكلم على الاوتوميشن
نيجي بعد كده للنقطه بتاعه الريفت اي بي اي. قلنا الريفت اي بي اي زي ما بنقول هي فكره باورفول تول بتخليك انك انت توفر معاك وقت كبير جدا في الاوتوميشن او في الداتا اكستراكشن زي ما اتكلمنا عليها في النقطه اللي فاتت. طيب انا النهارده لو حبيت اكسس الداتا بتاعه الريفت، الريفت عشان يخليك تاكسس الاي بي ايز بتاعته بيتكلم معاك هنا في حاجتين، اتنين ريفت اي بي اي دي ال دوت دي ال ال وريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال ال. ايه دي ال ال؟ لو انت عملت سيت اب لاي برنامج من نوع اكس اي، السيت اب اللي انت بتعمله ده لو رحت انت على الباث بتاعه هتلاقي ان هو عامل لك يعني رامي لك كم كبير جدا من الفايلات الامتداد بتاعها دوت دوت دي ال ال اللي هي ايه؟ دايناميك لينك لايبراري. الدي ال ال بالظبط زي الاي اكس اي، يعني هي بتبقى هو كود موجود في شكل انترميديت لانجوج اللي هو زي الاي اكس اي بالظبط، هو ده الدي ال ال. ولكن الفكره ان الدي ال ال ما بتشتغلش من نفسها، يعني لو انت رحت على الدي ال ال ديت، روح على الريفت، روح على الكاد، اي برنامج بتسطبه، روح على الباث اللي انت عملت فيه السيت اب دوت، هتلاقي رمالك كم كبير جدا 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 من الدي ال ال. ايه الدي ال ال ديت؟ دي عباره عن ملفات هو فيها اكواد الريفت نفسه بيستخدمها. طب الملفات ديت ما بتشتغلش من نفسها بعكس الاكس اي، الاكس اي لما بتدبل كليك عليه بيرن وبيشتغل من نفسه، لكن الدي ال ال ما بتشتغلش من نفسها، امال ايه؟ لازم لها فايل اي اكس اي هو اللي يرنها. عشان كده كل الشغل بتاع الريفت لما بنيجي نعمل بلجنز في الريفت بتلاقيها كلها دي ال ال. يعني انا النهارده لما اجي اطور بلجن تشتغل على الريفت باستخدام السي شارب هطلعها بشكل ايه؟ دي ال ال ولا اكس اي؟ لا هطلعها دي ال ال، وبعدين اروح اخلي الريفت يشوف الدي ال ال ديت ويبدا يرن الكود اللي جواها، لكن الدي ال ال نفسها ما تشتغلش، لازم لها برنامج من نوع او فايل اكس اي هو اللي يشغلها. طب الدي ال ال دي هو بيعملوها ليه؟ عشان خاطر يبدا يقسم الاكواد بتاعته ويبقى كل دي ال ال فيها مجموعه من الاكواد بتعمل حاجه معينه. فالريفت اي بي اي دي فيها الكود اللي بيمكنك انك انت تاكسس الداتا بتاعت الريفت. الريفت اي بي اي يو اي من اسمها كده ده فيها مجموعه الاكواد والكلاسز اللي بتمكنك انك انت تعمل اكسس لليو اي بتاع الريفت. طب ودي هستفيد بيها في ايه؟ ما انت لو عايز تعمل ريبون مثلا، او لو انت عايز تعمل بوتون، او لو انت عايز تعمل امر كوماند، في الاخر لازم تاكسس اليو اي بتاع الريفت، والا هتحط الكلام ده فين عشان اليوزر لما يستخدمه يلاقيه؟ فهم دول التو مين دي ال الز اللي انت تقدر تتعامل معاهم من خلال الريفت. نقطه مهمه جدا ودي برضو احد المصادر اللي انا هشير ليها اللي هي الريفت اس دي كي. الاس دي كي ده حاجه كده بتنزل مع كل البرامج او اي برنامج اي بي اي زي ما قلنا، بينزل معاه الاس دي كي. الاس دي كي هو اختصار لحاجه اسمها سوفت وير ديفلوبمنت كيت. software development kit سموها كده بيئة التطوير او كيت كده او حزمه التطوير. دي بتنزل لك فيها ايه؟ دي بينزل فيها الدوكيومنتيشن، دي بينزل فيها مجموعه من السامبلز، دي بينزل فيها مجموعه من الاكواد الجاهزه، دي بينزل فيها مجموعه من البلجنز الجاهزه بالشرح بتاعها. فده سورس كويس جدا لواحد عايز بقى يخش للعالم بتاع الريفت اي بي اي ويقرا ويتعلم من سامبلز اوتوديسك نفسها هي اللي عاملاها، ويشوفهم بيكتبوا كود ازاي ويتعلم الباترن بتاعتهم، ويخش لو في حاجه نفسه هو مش عارف يعملها دور عليها على النت مش لاقيها. انا مثلا بشكل شخصي في حاجات كتير انا كنت مش عارف اوصل لها، ادور على النت ما الاقيش، الاقيهم هم حلينها في السامبلز المعموله في الاس دي كي. فالاس دي كي دي باورفول تول، دي بتبقى موجوده فين؟ برضو بتنزل في مع الانستوليشن بتاع البرنامج، او ان انت ممكن تخش تحملها من اوف ديسك، يعني لو انت كتبت حتى على جوجل ان انت تداونلود الاس دي كي بتاعه الفيرجن بتاع الريفت الخاص بيك، فتقدر من خلال السوفت وير ديفلوبمنت كيت دي انك انت تلاقي فيها كم كبير جدا من السورس اللي هي تساعدك. ولكن بشرط انك انت عشان تفهم الكلام ده لازم تكون فاهم حاجات ثانيه كتيره جدا، بقى عارف بقى سي شارب كويس، وبتعرف انك انت تتعامل في البروجرامنج، وتعرف انك انت تقرا الكود المكتوب والقصه دي كلها. فقبل الاس دي كي دي مرحله اخيره، والريفت اي بي اي دي مرحله اخيره، وزي ما قلت دايما الاي بي اي بتاع اي سوفت وير هو اسهل مرحله انت ممكن توصلها واسهل حاجه انت ممكن تتعامل معاها. يعني الموضوع سهل جدا، لان هو الفكره هنا هو زي ما بقول لك هو بيوفر لك، او هو فيه شويه فانكشناليتي هو بيوفرها لك. عايز ترسم حاجه بدل ما هترسمها من اليو اي هترسمها بالكود، عايز تكريت حاجه بدل ما هتكريت من اليو اي هتكريت بالكود، مش اكتر ولا اقل، هو ده الاي بي اي. ولكن توظيف الكلام ده في الابلكيشن بتاعك هو ده بقى اللي بيبين المشاكل بتاعت الناس هنا. حد يقول لك انا اتعلمت ريفت اي بي اي بس في الاخر انا مش عارف اعمل ابلكيشن، انا مش عارف اطلع برنامج. طب ليه؟ ما هو خد قشور في السي شارب، او ممكن مثلا يكون سمع نصيحه من حد ان لا ممكن تتعلم سي شارب بشكل بسيط بس تخش في الريفت اي بي اي، هتخش وتتعامل، لكن اللي هو زي ما بتقال كده هتبقى بتستراجل بشكل كبير.
هتبقى انت يعني بتنهج وانت شغال، بعكس لو انت راجل قوي في السي شارب وعامل بيها ابلكيشنز وواقف على رجليك بشكل كويس، هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. معظم الناس اللي شغاله في المجال بتاع البيم اوتوميشن او اللي انا عارفهم وعاملين شغل محترم جدا، هو قبل ما يخش الريفت اي بي اي هو عارف سي شارب كويس جدا 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 جدا، وعمل بيها ابلكيشنز زي ما قلنا ملهاش علاقه بالريفت ولا بالكاد ولا باي حاجه، وفي الاخر يقعد يوظف الكلام ده. اللي بقول لك الكلام ده، لان انت مثلا، طب الريفت اي بي اي من الحاجات المشهوره والمنتشره يعني مقارنه بالسوفت ويرز الثانيه. تخيل كده معايا لو حضرتك شغال على التكلا. التكلا دي من البرامج اللي ملهاش يعني سبورت، مش ملهاش سبورت يعني ملهاش كوميونتي يساعدك، فهتبقى انت والدوكيومنتيشن والسي شارب بس. فلو انت السي شارب انت فيها مش قوي، في الاخر هتفتح الدوكيومنتيشن مش هتعرف تعمل حاجه، وهتحس ان الموضوع بالنسبه لك بقى طلاسم يعني، الدنيا مش واضحه. فلازم الكودينج والسي شارب دي حاجه تكون قوي جدا فيها، لكن الريفت اي بي اي مكتبها هتروح تندها. عشان كده دايما انا بكرر ان الاي بي اي بتاع البرامج هو اسهل حاجه في رحلتك لو انت قررت تشتغل في المجال ده. طيب حاجه كده اتكلم عنها برضو كده في الريفت اي بي اي، ان الريفت اي بي اي لما تيجي تتعامل معاه تتعامل معاه من خلال تو مين، يعني تو مين اوبجكتس كده بنسميهم التوب ليفل اوبجكتس بتوع الريفت اي بي اي، اللي هم ايه؟ حاجه اسمها الابلكيشن وحاجه اسمها الدوكيمنت. الابلكيشن ان انت تقدر من خلال الكود انك انت تمسك الابلكيشن بتاع الريفت، وبالتالي معنى ان انا ماسك الابلكيشن بتاع الريفت انا ماسك السيشن اللي السيستم بتاعي فاتحها على الريفت. يعني الابلكيشن ده بيمسك لك البرنامج بتاع، بيمسك لك الريفت نفسه، بيمسك لك كل الدوكيومنتس والاوبشنز الموجوده جوه الريفت الابلكيشن اللي انت فاتحه. بيوفر لك ده عن طريق كلاسين اساسيين، حاجه اسمها يو اي ابلكيشن، وده بيوفر لك انك انت تقدر تاكسس اليو اي بتاع الريفت ابلكيشن نفسه اللي هو لسه لحد دلوقتي مالوش علاقه بالدوكيومنتس، وكمان تقدر من خلاله انك انت تاكسس الاكتف دوكيومنت. بمعنى انت احيانا مثلا ممكن تكون فاتح ريفت ابلكيشن وفاتح مجموعه من الدوكيومنتس، مش فاتح دوكيومنتس واحد، فاتح كذا حاجه مع بعضها، بس انت بتقول ان البلجنز بتاعتك لما هتشتغل انت عايزها تشتغل بس على الاكتف دوكيومنت، فتقدر تاكسس ده من خلال اليو اي ابلكيشن. الابلكيشن من غير اليو اي بتوفر لك اكسس للداتا بقى او اي حاجه ثانيه غير اليو اي. نفس الكلام الدوكيومنت، الفرق ان الابلكيشن بيوفر لك اكسس على الدوكيومنتس كلها، لكن الدوكيومنت الواحد لا، انت كده ماسك دوكيومنت واحد، انت كده ماسك دوكيومنت محدد، ماسك دوكيومنت بعينه. برضه نفس الكلام، ليه حاجتين، حاجه اسمها يو اي دوكيومنت وليه الدوكيومنت. اليو اي دوكيومنت بيخليك انك انت تاكسس اليو اي بتاع الدوكيومنت اللي انت فاتحها، تقدر بقى تضيف فيها بوتونز او حاجه او حاجه او كومنت او حاجات شبه كده. الدوكيمنت لا، الدوكيمنت بيخليك انك انت بقى تتعامل مع الداتا بتاعت الليفل. فدايما معظم الشغل في الريفت اي بي اي اول سطرين هتكتبه ما هتكتب ابلكيشن ودوكيمنت. ابلكيشن ماسك الريفت كله، الدوكيمنت لا، انت ماسك دوكيمنت معين. من خلال الاوبجكت بتاع الدوكيمنت اللي انت ماسكه ده، انت هنا بيبقى معاك بقى الباورفول تول بتاعت الاي بي اي، انت هنا معاك كل حاجه او كل الداتا انت معاك. شطارتك بقى انك انت تجيب الداتا اللي انت عايزها، او دي بقى النقطه اللي انت يعني بتميز واحد عن واحد تاني. لا انا بقى عايز اجيب الداتا اللي انا عايزها. طيب عشان خاطر تقدر تعمل ده، فانت لازم تعرف الريفت بيتعامل ازاي مع الاليمنتس بتاعته. الريفت ليه طريقتين في الكلاسيفيكيشن بتاع الاليمنت. الاليمنت الاول خلينا نقول هي عباره، هي الداتا بتاعت الريفت هي شويه اليمنت. الريفت عباره عن شويه اليمنت. طب السؤال، هي ايه الاليمنتس اصلا في الريفت؟ يعني هل الاليمنتس اللي في الريفت هي عباره شويه ال 3 دي مودلز اللي احنا بنعملها؟ دايما بقول ان البيم مش 3 دي مودل، لان لو بتتكلم على موضوع 3 دي مودل وابهار والكلام ده فالجيمز مسابقاك، الجيمز من قبل البي اي ام. فالموضوع مش 3 دي مودل خالص، الموضوع داتا. الباورفول هنا داتا. الدنيا كلها والشركات كلها النهارده خصوصا في الجزء بتاع فاسيلتي مانجمنت يهمهم الداتا. هي دي اكتر حاجه، يقول لك انا عايز الداتا اللي خارجه من الابلكيشن، انا عايز اخد الداتا دي انتجريتها مع ابلكيشن تاني. عشان كده بيلدينج سمارت دايما في الاي اف سي والاصدارات بتاعته بتحاول تحسن في السكيمز بتاعتها، وبتحاول تطور منه عشان خاطر يكون مناسب اكتر، وان الشركات تقدر تستخدمه وتحسن موضوع الانتر اوبرابيلتي دي بينها وبين بعضها. فالريفت داتا هي عباره عن شويه اليمنت، هي عباره عن كوليكشن اوف اليمنت. الريفت بيكلاسيفاي الاليمنت لست تايبس. الموديل اليمنت، الموديل اللي بتشتغل عليها، سكتش اليمنت طبعا الناس عارفاها، الفيو والجروب والانفورميشن اليمنت والانوتيشن اند داتا اليمنتس والانفورميشن اليمنت، دي الاليمنت اللي الريفت بيصنفها. فالفيو في الريفت يعتبر اليمنت،
يعني ايه ده؟ يعني الموديل اللي انا برسمه ده يعتبر element، والفيو العادي اللي هو مثلا كان شيت او اي حاجه او ليفل ده برضو يعتبر element. ايوه طبعا يعتبر element. يعني الحاجات اللي انا اقدر اعملها على الريفت مثلا سواء كان فيو او كان موديل element، كلهم في الاخر هتلاقيهم بينهرت من كلاس اسمه element. فالelement هو الحاجه المشتركه بينهم كلهم، فهتلاقي كود الحاجات دي عباره عن مجموعه من الelement. الموضوع هيوضح برضو شويه لو حد عارف برمجه، لان هو كلهم هتلاقيهم بيحصل لهم انهيرتنس من الاليمنت كلاس نفسه، اللي هو الاليمنت اللي كل الابلكيشنز اللي كل الاليمنتس دي بتتبعه. يعني عشان كده بيقول لك ان الريفت كل حاجه فيه او الست تايب دول هم الاليمنتس بتاعته. فكل حاجه بتتعامل معاها في الريفت هي عباره عن الاليمنت، تقدر انك انت تجيب منها الداتا، تقدر انك انت تفلتر منها الداتا، مفيش اي مشاكل. بتستخدم الحاجات دي بشكل كبير لما تحب تعمل فلتريشن. يعني مثلا النهارده انت معاك البلاجن بتاعتك، البلاجن بتاعتك دي مثلا سي البلاجن دي بتشتغل على الشيتس بس، يعني انت عامل بلاجن كل اللي البلاجن دي بتعمله بترنيم الشيت. احنا قلنا في البرزنتيشن اللي فات انك انت اول ما بتفتح الريفت دوكيمنت او اول ما بتفتح او اول كود تكتبه الابلكيشن والدوكيمنت زي ما قلنا في هنا في الـ في, الـ في السلايد دي. فانت اول ما مسكت الدوكيمنت بتاع الريفت هو كده رمى لك كل الاليمنتس. يعني ايه؟ الدوكيمنت ده ماسك كل حاجه، في كل الاليمنتس اللي انت شايفها هنا. طب انا دلوقتي البلاجن بتاعتي بتشتغل على الشيت، فهو انت تقدر انك انت تفلتر الاليمنتس دي كلها من خلال حاجه اسمها فلتر اليمنت كولكتور. تقدر انك انت تفلتر الاليمنت بحيث ان الريفت يمسك الشيتس بس، وانس ان هو مسك الشيتس بس البلاجن بتاعتك تشتغل، لان انت مظبطها ان هي ما تشتغلش الا على الشيتس بس. طب عمليه السيرشنج دي، لا عمليه السيرشنج دي قصه وليها طرق مختلفه. هنقول التولز او الحاجات اللي انت مفروض تتعلمها عشان تقدر يعني وانت بتسيرش يبقى الموضوع بشكل افكتيف، عشان لو الموديل كان حجمه كبير السيرش ما يبقاش عندك فيه مشاكل. الكلاسيفيكيشن بتاع الريفت كمان بيصنفها بطريقه ثانيه. يمكن بقى دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها بشكل كبير عشان خاطر ان انهانس السيرش في الريفت. اي حد شغال ريفت عارف ان الريفت بيكلاسيفاي لاربع يعني بيكلاسيفاي الاليمنتس بتاعته لفور كاتيجوريز. اول حاجه اسمها الكاتيجوري، الفاميلي، السيمبل، الانستنس. يعني النهارده لو انا عندي موديل بتاع الريفت ده ممكن يكون موجود فيه انستنس كتيره جدا. طب السؤال، انا النهارده عايز اجيب انستنس معين، اقدر بمنتهى البساطه من خلال الدوكيمنت اسيرش على انستنس. طب هو هنا هيعمل ايه؟ هيسيرش في كل انستنس. يعني انا النهارده لو انا عايز اجيب انستنس مثلا من عمود وانا عندي بقى عمدان وكاميرات وفاونديشن، انا سيرش على انستنس بس. السيرشنج على انستنس بس ده لا مش افكتيف خالص. ليه؟ هيخليك تسيرش في كل انستنس لغايه ما يجيب الانستنس اللي انت عايزه. طب عشان نحسن الموضوع ده نعمل ايه؟ في الاول اعمل فلتريشن بالكاتيجوري، فما فيجيب لك الحاجه بالكاتيجوري بتاعتها، لان الكاتيجوري دي اكبر حاجه في الريفت. وبعدين اعمل فلتريشن بالفاميلي بتاعتك، وبعدين فلتريشن بالسيمبل، وبعدين فلتريشن في الانستنس. كده انت عمال تقلل عليه الحاجات اللي هو عمال يسيرش فيها. بدل الاول مثلا ما كان بيسيرش في 1000 انستنس، لا انت قلت له انا عايز الحاجات اللي في كاتيجوري ايه مثلا، فبالتالي كاتيجوري ايه ده مثلا في 100 حاجه، وبعدين قمت داخل على الكاتيجوري ايه مفلتره تاني فبقى في 50 حاجه، وبعدين قمت مفلتره بالسيمبل فبقى في 20 اليمنت. فبالتالي لو هيسيرش في انستنس هيسيرش في 20 اليمنت بدل ما كان هيسيرش على 1000 اليمنت او حاجه. فدي نقطه مهمه ان انت تعرف الكلاسيفيكيشن، الفرق بين الكاتيجوري والفاميلي والسيمبل والانستنس. دي الحاجات اللي احنا بنسميها الريفت اليمنتس. دي مهمه جدا جدا لو انت بتبدا تتعامل مع الريفت اي بي اي وتبدا تتعامل مع الاليمنتس. اليونتس في الريفت نقطة مهمة جدا. يمكن معظم الناس اللي تبدأ يعني تتعامل مع الريفت اي بي اي بيتفاجئ بمعلومة ان الريفت عنده 7 بيز يونتس، واي يونتس تانية الريفت بيخليك تتعامل معاها هو في الاخر بيحولها للانترنال يونتس بتاعته هو. يعني زي مثلا هو عنده اللينس بالفيت بس. طب انت ازاي ده انا ممكن اتعامل باللينس بالملي وبالسنتي وبالمتر؟ ماشي، هو بيوري لك اليونت دي بره، يعني هو بيظهر لك اليونت بالحاجة اللي انت عايزها، لكن هو انترنالي لا هو شغال بالفيد بس. فالريفت عنده الانترنال يونتس بتاعته 7 يونتس. النقطه دي لو انت يوزر عادي ممكن ما تهمكش بشكل كبير، لان هو الريفت بيهندل القصه دي مع نفسه يعني. لكن انت كشغال ديفلوبر تيجي مثلا انك انت عايز تعمل جريدات او عايز تعمل ليفل وتقوم مثلا باعت له 3000 على اساس ان انت بتظن ان ال 3000 دول 3000 ملي، تتفاجئ ان الريفت بيتعامل معاه بالفيد. طب المشكله دي حلها ايه؟ المشكله دي ان الريفت بيتعامل بالفيت، فحضرتك قبل ما تبعت له اليونت بتاعتك روح حولها بالفيت الاول، او لو انت او اليونتس دي تبعتها له بالفيت. المهم ان الريفت مش هيفهم غير الفيت باليونت، فال 3000 اللي انت بعتها دي هو هيعتبرها فيت، لان هي دي الانترنال يونت بتاعه، هي دي البيز يونت بتاعه. طب هو انا بقى
لو بتعامل في الاي بي اي وبتعامل كبرمجه مش بتعامل من خلال اليوزر انترفيس، هبدا ان انا مع كل وحده بقى هفضل احولها وكده، لا. الريفت بيوفر لك حاجه بيسميها حاجه اسمها يونت يوتيليتيز. اليونت يوتيليتيز ده عباره عن كلاس هو الريفت بيوفره لك بيساعدك انك انت تكونفيرت فروم وتو الريفت انترنال يونت. يعني ايه؟ يعني لو انت النهارده عايز تبعت حاجه بالملي فتعرف تعمل الكونفرجن. طب انت بتقرا من الريفت بالفيت وعايز مثلا تصدر يونتس دي، لا مش هتصدرها فيت، عايز تصدرها ملي، طب هتعمل ايه؟ برضو هتستخدم الكلاس بتاع يونت يوتيليتيز. فالنقطه بتاعت اليونتس دي بيبقى في بعض الناس اللي بتبدا تخش في مجال الريفت اي بي اي مش عارفه الريفت بيتعامل مع اليونتس ازاي، ويبدا يطلع يونتس او اكستراكت ويطلع الحاجه فيلاقي الارقام مختلفه وارقام خزعبليه. ليه؟ ما هو انت عندك مشكله في اليونت وانت بتكرييت الابلكيشن وانت بتكرييت دي الادن بتاعتك ما خدتش بالك ان الريفت عنده يونتس دي بيز يونت بتاعته، وهو عنده كلاس اسمه يونت يوتيليتيز ده بيساعدك انك انت تكونفيرت فروم وتو ريفت انترنال يونتس. طيب نيجي بقى هنا كده انا اتكلمت عن الموضوع بتاع ريفت اي بي اي. طب السؤال بقى دلوقتي، انا النهارده في ناس بتتعلم ريفت وريفت اي بي اي ويتعلم سي شارب، ولكن في الاخر بيجي يقف عند نقطه معينه ان هو يلاقي نفسه البلوجنز اللي هو بيعملها حاجات سيمبل جدا، يكرييت شيت، يكرييت جريد، يعمل ليفل، يغير مثلا اوفست، يغير حاجه مثلا بارامتر. ليه؟ اول حاجه زي ما قلنا ان انت ما ينفعش تدخل المجال ده غير لما انت تكون قوي في السي شارب، وهقول لك تبقى قوي ازاي. قوي انك انت راجل فاهم سي شارب كويس، دي اول نقطه تبقى انت عارفها. النقطه الثانيه انك انت البرمجه او لغه البرمجه لوحدها مش كفايه. يعني ايه؟ يعني السي شارب لوحدها مش كفايه، امال انت محتاج ايه؟ انا محتاج يكون معايا ادوات تانية اشهرها بالنسبه لي الريفت مثلا اللينكيو. محتاج تتعلم حاجه اسمها اللينكيو. اللينكيو ديت تقنيه من مايكروسوفت بتساعدك في الموضوع بتاع الكويري، لان معظم شغل الريفت اي بي اي انت عمال تفلتر وتعمل فلتريشن وتعمل كويز وتجيب داتا يمين وداتا شمال وعمال تعمل كويز كتير. فنقطه مهمه جدا انك انت تعرف سي شارب كويس جدا، تتعلم حاجه اسمها لينكيو كويس جدا، وكمان تتعلم الداتابيز. ان جزء كتير جدا من الناس اللي تبدا تشتغل في الموضوع ما بيكونش عنده اي خلفيه عن الداتابيز. الداتابيز مهمه جدا. الداتابيز ليها نوعين، اما انك انت بتتكلم على فايل داتابيز، ودي كل البرامج الهندسيه بتتعامل بيها، الاوتوكاد دي دبليو جي، دي دبليو جي ده عباره عن فايل داتابيز، الريفت بيخرج ار في تي فايل داتابيز، ار اف اي اللي بتخرج برضو، ده كلها تعتبر فايل داتا بيز، الاي اف سي فايل داتا بيز. فانت المفروض تعرف ازاي تتعامل مع الداتا بيز، لان مستحيل انك انت تعمل ابلكيشن ملوش داتا بيز، سواء كانت الداتا بيز ديت سيكوال حاجه بتروح على سيرفر، او كانت الداتا بيز دي فايل. يعني انا النهارده ممكن اخد داتا من الريفت واخزنها في فايل اكس ام ال، بس انا ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي، اخد الداتا في ريفت واحط الداتا ديت في الاكس ام ال فايل بمنتهى البساطه. فانا محتاج احفظ الداتا بتاعتي عندي، فبالتالي ما ينفعش اعمل ده من غير ما انا اكون عارف داتابيز وعارف فايل داتابيز. فدي نقطه مهمه جدا، لازم تبقى عارف الداتابيز بتتعامل معاها ازاي، لان ما فيش ابلكيشن في الدنيا من غير داتابيز. فدي اول حاجه. كمان انك انت محتاج الموضوع بتاع البروبلم سولفنج يا جماعه، اللي هو زي ما بنقول ان احنا نبدا نحل مشكله. طب انا بقى ادرب نفسي ازاي؟ مجال الانجينيرنج من المجالات اللي هو مليان مشاكل، يعني حرفيا المجال ده مليان بروبلمز ومليان مشاكل. كل القصه انت مش محتاج تتفرج على كورسات كتير، مش محتاج تشوف 10 كورسات سي شارب، مش محتاج تشوف 30 كورس لينك، لا، شوف من كل حاجه كورس واحد فقط لا غير. طب ايه ده؟ ما هو في كورسات تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، لا انت مش محتاج ده. بس بشرط ان الكورس اللي انت تشوفه يكون ريكومندد، يكون حد زميلك خده قبل كده وقال لك انا استفدت منه، يكون كورس ليه ريت محترم. وبعد كده الخطوه الثانيه انك انت خدت السي شارب، ما تحاولش انك انت بقى تطلع بره الدومين بتاعك. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، انا كنت في الكليه بحاول احل التاسكات بتاعتي، فدايما حتى وانت مهندس ديزاين عادي جدا في مكتب او اي او بيم او اي حاجه، انت اللي انت اتعلمته بالسي شارب ده حاول تعمل بيه ابلكيشن. الابلكيشن ده بيحل المشكله اللي موجوده في المكتب بتاعك، او بيحل بيه حاجه موجوده عندك. مش شرط يكون ابلكيشن كبير، مش شرط يكون ابلكيشن بيحل مشكله ضخمه جدا، ولكن حتى لو ابلكيشن بيعمل ديزاين لحاجه، ابلكيشن بيصمم حاجه، ابلكيشن مثلا بيساعدك لو انت بتاخد فايلات كوبي من مكان لمكان تاني. المهم انك انت تتعلمه، تحاول توظفه في الديلي بروبلمز بتاعتك.
تحاول توظفه في المشاكل اليوميه بتاعتك، ده هينمي عندك الموضوع بشكل كبير وهيخليك تسيرش. ودي بقى النقطه اللي هي الفيصل في الموضوع ده. الفكره في المجال ده كله ان هو يا جماعه السيرشنج، ان المجال ده كل الفكره بتاعته انك انت هتقعد تسيرش للصبح. ففكره انك انت تفكر انك تخش المجال تعلمه كله مش تعمل سيرش على حاجه، لا، يبقى انت المجال ده مش مناسب ليك. لو انت من الناس اللي شايفه موضوع السيرش بالنسبه لها ما بتحبوش، فالمجال ده مش مناسب ليك، مش مناسب ليك انك تشتغل فيه. ولكن يعني انا كرأي الشخص، يعني انا بفضل ان انت النهارده كراجل مهندس، فبالنسبه لك موضوع البرمجه ده امر مفروغ منه. يعني انت لازم تكون راجل بتعرف برمجه كويس، سواء بقى هتشتغل بيها مش هتشتغل بيها تعرفها كويس، لان انت في الاخر لو حبيت تطور من نفسك وتنقل نفسك جوه الشركه او تشتغل في المجال ده محتاج برمجه. دراسات عليا النهارده تقريبا معظم برامج الماجستير بيبقى بيكون محتاج فيها اجزاء برمجه، وبيبدا الناس اللي بيعملوا الحاجات دي يبدا بقى يروح يتعلم في بي اي واكسل، ويلاقي ان الحاجات دي مش مقضياه ومش مديه الغرض بتاعه، ويبقى نفسه يضيف حاجه في الرساله بتاعته بس مش قادر عشان امكانياته في البرمجه قليله. فلا، اتعلم برمجه بشكل كويس ووظفها في موضوع الريسيرش، هتفيدك بشكل كبير جدا جدا. يعني البرمجه الحاجات اللي تتكرر، يعني خصوصا الابحاث او برامج الماجستير اللي بيكون فيها حجم كبير جدا من التريل، لا طبعا لازم تتعلم برمجه. يعني تخيل لو واحد معايا النهارده شغال على الساب وهو راجل بتاع اناليسيس وشغال على برنامج الساب، وعنده مثلا ان هو بيضطر يعمل موديل الساب ده وبيرن الموديل ده مثلا 200 مره، هل يعني من المنطقي ان هو يرن الموديل اول مره وبعدين يفك الرن ويغير بارامتر ويرن تاني ويفك الرن ويغير بارامترز ويرن تاني؟ هل ده منطقي؟ طب هو مش في تول هو نفسه الساب عاملها بيقول لك انا عامل لك حاجه اسمها اي بي اي انت ممكن تستخدمها هتسهل لك الموضوع بشكل كبير؟ وفي الاخر بدل ما تقعد تعمل الكلام ده في شهر تعمله في يوم واقل من يوم كمان. فالفكره اللي احنا بنقولها هنا ان فكره البرمجه للمهندس، انا بالنسبه لي شايف ان الموضوع ده موضوع مهم جدا. قاعد تشتغل في المجال مش هتشتغل في المجال، في الاخر البرمجه هتفرق معاك بشكل كبير. طيب تعالى كده نقول لو انا حبيت اتعلم الموضوع بتاع الريفت اي بي اي اخد الموضوع ازاي. اول حاجه محتاج تتعلم سي شارب بشكل كويس، تركز على الجزء الخاص بالاوبجكت اورينتد بشكل كويس جدا، لان المشاكل بتاعت الناس في الابلكيشنز يا جماعه ما بتبقاش في ان هو يعمل سوفت وير، لا، في التعديل. يعني كل المشاكل اللي هتقابلك لو انت قررت تاخد الكارير ده التعديل، انك انت تحاول تضيف فيتشر، انك تحاول تظبط حاجه، انك تحاول تعدل حاجه، فمحتاج تهتم جدا بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج. كمان الداتا ستراكشر والالجوريثم، الالجوريثم مهم جدا انك انت تتعلم ازاي تفكر وانك انت تحل المشكله بتاعتك. عشان كده بقول لك انت اللي انت تتعلمه حاول تحل بيه الديلي بروبلمز بتاعتك، حاول تحل بيه المشاكل اللي انت بتقابلها كل يوم في شغلك. فلو انت علمت برمجه اول حاجه تفكر تعملها ما تفكرش تطلع بره، لا، انت اكيد في شغلك في مشاكل تقدر تطبق فيها الموضوع ده. رابع حاجه طبعا اللينك من الحاجات القويه جدا ومن الحاجات المهمه جدا، واللي ما ينفعش اي حد يقرر يتعامل في المجال بتاعنا ده يكون ضعيف في اللينك او يكون واخد انترودكشن فيها ولا انترودكشن في السي شارب، عشان لما تخش في الريفت اي بي اي هتتحس ان الدنيا ضلمه ودنيا كبيره. هو الموضوع الريفت اي بي اي اسهل ما يعني هو سهل جدا في التعامل معاه، مكتبه هتدور فيها، فلازم تكون معاك الادوات كلها. انت بالظبط هتبقى الريفت اي بي اي ده بحر وانت رايح تعوم فيه، فلازم تكون انت متدرب كويس. كمان محتاج انك انت تتعامل مع اليوزر انترفيس، يعني انك انت تتعلم ازاي تكرييت يوزر انترفيس. عندك تو اوبشنز، الاوبشن الاولاني ويندوز فورم، الاوبشن الثاني حاجه اسمها دبليو بي اف او الويندوز برزنتيشن فاونديشن. دي برضو من الحاجات المهمه جدا، يعني طبعا هي الافضل دلوقتي وهي الاكثر دعما من مايكروسوفت. الويندوز فورم برضو موجوده وبنشتغل بيها وبنطلع بيها ابلكيشن براحتك، بس يعني دي اوبشن معاك انك انت من خلال ويندوز فورم تقدر تشتغل من خلال الويندوز برزنتيشن فاونديشن. واخر حاجه هي الفكره بتاعه مهم جدا تتعلم ازاي تتعامل معايا تابيز، وممكن تبدا بالموضوع بتاع الفايل داتابيز كده. يبقى انت معاك التولز اللي انت محتاجها عشان خاطر تبدا تدخل للريفت اي بي اي، وقتها هتلاقي ان الموضوع بتاع الريفت اي بي اي مش بالصعوبه اللي انت متخيلها. لو كان الشغل بتاعك فيه او كانت المشاكل بتاعتك فيها فكره انتجريشن من برامج مختلفه وكان عندك فيها مشكله، يبقى انت هنا مطالب على اللي انا قلته ده، تتعلم الاي اف سي وتقرا عن الاي اف سي وتتعلم ازاي انك انت تاكستراكت الداتا من الاي اف سي باستخدام السي شارب. وان شاء الله الاي اف سي ده هو اللي هنتكلم عنه السيشن اللي جايه.
اعتقد كده انا يعني غطيت اللي انا عايز اقوله. بعتذر لو كنت طولت عليكم، وكمان لو يعني الموضوع كان يعني تقيل على قلبكم، بس يعني هو المجال ده يعتبر حاليا من المجالات المهمه جدا. خلينا نتفق مع بعض على حاجه، ان الناس اللي شبه بعض كتير بقوا كتير قوي. النهارده من السهل جدا انك انت تلاقي مهندس، ده مش تقليل يعني، لا يعني الناس كلها في مجالاتها يعني اكيد كل واحد مميز في المجال بتاعه، ولكن احنا بنتكلم ان انت تحاول تزود التميز بتاعك ده من خلال انك انت تكون معاك لغه برمجه. انا بنصح ده تحديدا للناس اللي هم لسه بيبدا الكارير بتاعه، يعني حد لسه متخرج جديد، حد خبره سنه خبره سنتين وبيحاول يطور من نفسه، بنصحه ان هو يتعلم البرمجه، لانها هتفرق معاه حتى في طريقه تفكيره، يعني هتفرق معاه في طريقه تفكيره في البروبلم سولفينج وفي طريقه حله للمشاكل. ده غير كمان نقطه مهمه جدا انا يعني استقولها، ان هي هتفرق معاه في فهم البرنامج اللي هو شغال عليه، يعني هو هتخليه يفهم البرنامج اللي هو شغال عليه بطريقه مهما كان قعد عمره كل يوزر عمره ما يفهم البرنامج زي ما هيفهم البرنامج وهو شغال عليه as a developer. فلا الموضوع بيفرق بشكل كبير جدا. اخر حاجه انا عايز اقولها بقى، هو مين احسن واحد يعمل بلوجن؟ احسن واحد يعمل بلوجن اليوزر بتاع الريفت او بتاع اي برنامج. طب ازاي؟ انا النهارده لما باجي اقول يعني واحد النهارده شغال على الريفت، هو اكتر واحد عارف مشاكله ايه، لكن الشخص ده غالبا مش هيطلع لك افكار لو هو ما يعرفش برمجه. ليه؟ لان هو لو عارف برمجه بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، لو عمل فكره وحسها بتتكرر وحس ان الفكره ديت ممله، البرمجه برضو نقطه مهمه جدا بتعلمك انك انت تشوف تنجز وتسرع وقتك، مش عايز اقول بتعلم الكسل، ولكن فعلا بتحاول قدر الامكان البرمجه انك انت لو انت راجل عارف برمجه بتحاول انك انت تنجز الموضوع بسرعه. الفكره بقى في حاجه، ودي بقى انا بتكلم عن تجربه شخصيه انا شفتها، ان الناس اللي كانوا شغالين يعني فتره طويله ريفيت يوزرز عادي جدا مفيش اي مشكله، الناس دي لما بدات تتعلم برمجه وتلينكها مع الريفيت كم كبير من الافكار يعني ملوش حل. ليه؟ لان هو الحاجه اللي هو بيعملها وهو شغال ريفيت يوزر عادي جدا وهو بيعمل الحاجه ديت، عمره ما جه في دماغه ان في تول او في اي بي اي او في برمجه تساعده ان هو ينجز الموضوع ده بطريقه اسهل. لما اتعلم برمجه وبقى عارف برمجه وعارف الريفت اي بي اي، بقى اي حاجه يحس ان هي بتتكرر منه بيقول لنفسه كلمه واحده، طب ما هي الحاجه دي ينفع تتعمل، طب ما هي الجزء ده ينفع ان احنا نعمل له ادن هنا، الفكره هنا وان الحاجه ينفع تتعمل وممكن نعمل منها ادن وان الحاجه دي ينفع ان هي تتطور، ووقف عندها خلاص بيبدا يكمل ويشتغل وبيبدا يوصل ان هو يطلع بقى افكار تخدمه وتخدم شغله. وده اكتر واحد الافكار بتاعته بترفلكت على باقي المهندسين في المجال، لان هو ايده في المجال. لذلك احنا لما بنيجي نشتغل، يعني انا شغال فول ستاك ديفلوبر، فمش شغلتي ان انا بعمل موديلنج كتير على الريفت، فبالتالي انا بتكلم عن ناس، انا كمصطفى انا مش احسن واحد اطلع افكار بلجن، مش احسن واحد اطلع افكار بلجن، لكن ممكن اقعد مع حد يوزر وابدا اتكلم معاه وهو بقى يقول لك اه بص احنا الحاجه دي بنعملها في كذا في وقت قد كده، الحاجه دي احنا بنعملها في وقت قد كده، فبالتالي هو يديك افكار. فالناس اللي بتتعلم برمجه على الريفت هيبان بقى معاه بعد كده بقى فكره ان هو لا ما بقاش يوزر عادي، وبالتالي هيطلع كم افكار كبير جدا. النصيحه اللي انا بقولها بقى للناس اللي بتشتغل في المجال ده، لو انت قررت تشتغل ريفت اي بي اي ديفلوبر او تشتغل ديفلوبر على اي برنامج، يعني ما يبقاش شغلتك دي بس، يعني ما يبقاش ان انت شغال ريفت اي بي اي بس، لا، يا اما انك انت تكون مثلا يعني تكون شغال فول ستاك، يعني ديفلوبر بتعمل في شركه ابلكيشنز مختلفه بحاجات متنوعه، بحيث ان انت كده بتاخد خبره في البرمجه، فلو انت سبت الشركه بتاعتك اللي شغاله في المجال دوت يبقى انت معاك خبره في البرمجه، تبقى انت فول ستاك ديفلوبر، يبقى انت كده خليك في البرمجه بشكل عام. لكن انت بتشتغل ريفت ديفلوبر، فانت لا خليك جنب ريفت ديفلوبر زي ما انت بيم انجينير، وان موضوع الريفت اي بي اي ده يطور منك ان هو يساعدك ان هو يقويك، لكن ما تسيبش الكارير بتاعك كبيم انجينير تماما ويبقى انت قاعد بتعمل للشركه بلوجنز بس، لا الحاجه دي مش صح، عشان لما تيجي تتنقل من شركه لشركه تانية، لكن خليك زي ما انت، خد الخبره بتاعتك في المجال بتاعك والموضوع بتاع الريفت اي بي اي ده يساعدك ويطور منك ويديك ادد فاليو. انت تخيل معايا النهارده لو انا شركه او لو انا مكتب وعندي نوليدج وعندي باك جراوند عن موضوع الاوتوميشن والقصه دي، ومتقدم لي اتنين، واحد عارف برمجه وواحد مش عارف برمجه، منطقي جدا ان انا هختار الشخص اللي عارف برمجه. فدي نقطه
اساسيه. لكن بقى تشتغل في شركه في ار ان دي وشغال في كذا حاجه بقى سي شارب وبرمجه وابلكيشنز وديسكتوب وويب والقصه دي كلها خلاص، فانت لان انت وقتها لو جيت تتحرك هيكون سهل جدا انك انت تتحرك من الشركه تروح شركه تانية شغاله في الدومين ده. لكن ما تحصرش نفسك في الريفت اي بي اي او في الاوتوكاد اي بي اي او في ساب اي بي اي، مش تبقى دي شغلتك. لا، انت زي ما انت شغال على البرامج مهندس، ولكن بتحاول تميز نفسك بانك انت تتعلم سكيل زياده يعني هتحسن منك وتطور من نفسك فيها وتحسن من البرودكتيفيتي بتاعتك وكمان السرعه. يعني الناس اللي بدات تشتغل على الموضوع ده وتطلع شغل وابلكيشنز، لا بقوا بيسرعوا وبقوا يفيدوا الاماكن اللي هم موجودين فيها، لدرجه ان انا في ناس اعرفها شخصيا كانوا موجودين في مجموعه من يعني في مكتب يعني او في اكتر من مكتب، والناس دي بمنتهى البساطه والناس دي بمنتهى البساطة عملوا ابلكيشنز وادنز للمكاتب اللي هم شغالين فيها، وروا المكتب ده شغلهم او وروا الشركة دي شغل يعني الشغل بتاعهم، ووصلوا ان هم الشركة قالت لهم لا خلاص كملوا بقى في الحاجة انتوا شغالين فيها دي. فدي نقطة مهمة جدا انك انت تول انت بتتعلمها بتطور بها من نفسك بتقدر انك انت تفيد بيها المكان ده وتوري له لا يا جماعة في تولز وفي برمجة تقدر انك هي تحسن من الشغل بتاع المكتب. انا اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ده كان تقريبا اللي انا حبينا نغطيه في السيشن دي وشويه البرنسبلز والدردشه اللي احنا دردشناها مع بعض، مجرد بنفتح سكك مع بعض يعني. بس انا كده خلصت، ولو حد عنده اي سؤال او اي حاجه انا تحت امر. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس مصطفى، اعتقد ان الجميع بقى عندهم حافز ان هم يتعلموا برمجه. وكان في حد بعت سؤال دلوقتي، لو حد عنده اي سؤال يعمل راس هاند ان شاء الله. في سؤال لو قدر ممكن ترشح لنا مصادر لتعلم الداينامو والبايثون والادنس اللي يعني طيب انا هقول لك دايما يعني انا هقول لك وبعدين على الجروب اللي احنا عاملينه هسيب لك لينكات. دايما في المجال ده احسن مصدر هو الدوكيومنتيشن، يعني عشان ما تقعدش تلف وتدورك يعني ما تقعدش تدور على كتب وقصه كده. المجال لسه جديد، المصادر فيه مش متوفره بشكل كبير، فاحسن مصدر بالنسبه لك هو زي ما قلنا تتعلم برمجه كويس، وبعد ما تتعلم برمجه كويس تقدر انك انت تتعامل مع الدوكيومنتيشن والسيرش، ده احسن مصدر. فدايما سواء الكلام ده حتى في البرمجه حتى في السي شارب، يعني انت في السي شارب نفسه تقول لي ايه احسن مصدر اتعلم منه سي شارب، اقول لك اتفرج على فيديو خد كورس اتعلم اساسيات السي شارب، سواء بقى كورس بيد او كورس فري براحتك اللي انت ترتاح له، وتعلم اساسيات البرمجه بالسي شارب. اي كورس في الدنيا في السي شارب او حتى في الريفت اي بي اي مش هيديك كل حاجه، هو بيديك بس بيوقفك على يعني اللي هو اول السلم كده وانت بتكمل مع الدوكيومنتيشن. طب هو انا هذاكر الدوكيومنتيشن؟ لا مش هتذاكر الدوكيومنتيشن، امال هتعمل ايه؟ انت هتبدا تشتغل، لما هتبدا تشتغل بايدك هتعطل، فلما هتعطل هتدور في الدوكيومنتيشن تروح تجيب منها اللي انت عايزه، ده السيكونس الاساسي. فالاهم حاجه انك انت ايه يعني اتعلم الحاجه ابدا طبق، التطبيق هتعطل تروح على الدوكيومنتيشن، لا هتذاكر الدوكيومنتيشن لكن ممكن تقراك يعني ممكن تقرا منها في وقت فراغك، لان انت مستحيل تذاكر الدوكيومنتيشن. يعني انا ممكن كده انا اوريك مش عارف السكرين الشير سكرين شغال معايا ولا لا، يعني انا ممكن كده اوريك تقريبا الدوكيومنتيشنز بتاعت الريفت. الصوره كده باينه، هو اللي ظهر عندنا الباوربوينت. كده ظهر عندنا الباوربوينت ريفت يونت. طب انا يعني هو ممكن تعمل شير سكرين تاني للديسكتوب للكمبيوتر، يعني اعمل ستوب شير و اعمل شير سكرين تاني. ايوه تمام تمام. بص ده كده حاجه احنا بنسميها الريفت اي بي اي دوكس. بص كده المنظر، هو هنا بيقول لك دي الدوكيومنتيشن اللي انت محتاجها عشان خاطر تتعامل مع الريفت اي بي اي. ادي الابلكيشن كلاس اللي انا بكلمك عليه اللي انا كنت بشرحه لكم. يعني الفكره بتاعت الابلكيشن كلاس بيقول لك، هو بيشرح لك بيقول لك الابلكيشن كلاس بتستخدمه عشان تاكسس الدوكيومنتس والاوبشنز والقصه دي كلها. الفكره هل انت متخيل ان انت تقعد تذاكر الكلام ده؟ ده اولا عمرك ما هتقدر تذاكره، مستحيل، ده رقم واحد ومفيش وقت ومش محتاج. طب انت بتعمل ايه؟ انت مثلا عايز تعمل اي حاجه، يعني النهارده انت بتقول انا عايز اعمل ابلكيشن عشان كرييت دايمنشن، هو تيجي هنا في السيرش اكتب مثلا كده، حاول تسيرش مثلا على كرييت، فهتلاقي مديك كل الاوبشنز او كل الحاجات اللي تعرف تعمل لها كرييت في الريفت.
اهي بص ادي كرييت. لو انت عايز تكرييت دوكيمنت بص كل كرييت ميثودز اللي انت محتاجها تقعد بقى تسيرش انت عايز تكرييت ايه او انت عايز تعمل ايه. طيب لو انت مثلا بتدور على حاجه جوه الدوكيمنت كلاس ممكن تيجي تسيرش كده وتدور على الدوكيمنت الكلاس اللي احنا كنا بنتكلم عليه. اهو اي دوكيمنت كلاس اهو جوه الكلاس ده بتلاقي بقى كل الممبرز بتاعته كل الفانكشنز اللي انت محتاج مثلا. فوالله لو انا عايز اكريت اريا جديده فهتلاقي فانكشن اسمها نيو اريا. لو انا مثلا عايز اكريت فلور هتلاقي فانكشن اسمها نيو فلور وهكذا. روم هتلاقي هنا. فبالتالي انت بتدور انت عايز تعمل ايه انت عايز تكريت ايه. فهي ده اللي انت بتعمله. اه والله طب انا عايز اعمل جتر جديد فاقول لك انا والله كريت نيو جتر فتلاقي هو فتح لك الفانكشن دي. فانت وانت بتجي لك الفكره وانت عايز تعمل حاجه بتسيرش في الدوكيمنت. وانس ان انت عارف برمجه خلاص بتخش تفتح كده الفانكشن وتشوف الفانكشن دي بتتعامل معاها ازاي. وفي بعض الاحيان هو بيديك اكزامبلز على الموضوع تخش تشوف الفانكشن دي تتعامل معاها ازاي وتبدا تكمل وتشتغل. فهو الفكره هو ده الاحسن مصدر ممكن تتعلم منه. بس هو الموضوع زي ما انا بقول دايما الموضوع سيرش ومحتاج منك شويه وقت ان انت تسيرش وتدور لان هو بيجي مع كلمه السر في المجال ده او اللي يبقى شاطر في المجال ده الناس اللي بتدور كتير الناس اللي بتسيرش كتير. لكن انت فاكر هتتعلم حاجه ثابته بنقطه ثابته او بخطوات ثابته لا مش هو ده المجال ده مش هو المجال المناسب ليك يعني. تمام بس ده كده احسن مصدر يعني اللي هو اللي عامل اللغه مثلا او عامل البرنامج. طبعا ده يعني ده احسن حاجه. لا هو ده دي الدوكيومنتيشن اللي اوتوديسك عاملاها. خلاص انت عايز مصدر انت عايز مصدر اكتر من كده ايه تاني يعني. انا بقول لك ده المصدر بتاعي لكن بقى شرح الريفت اي بي اي والكلام ده يعني مش هتلاقي الموضوع لسه الفكره الموضوع جديد شويه فمش هتلاقي حتى كمان يعني بعض الحاجات الموجوده بتديك فاندمنتالز لكن كويسه تقدر انك تبدا بيها وتكمل بعد كده. لكن كلمه السر زي ما بقول لك السيرش. وايه تاني مصدر مهم؟ الاس دي كي السوفت وير ديفلوبمنت كيت برضو دي من المصادر القويه جدا. بس دايما بقول ان الحاجات دي عشان تخش فيها محتاج ادوات كتير عشان تبدا تشتغل. وهي الفكره الرحله اللي انت بتاخدها مش انت بتاخدش رحله في الريفت اي بي اي نفسه انت بتاخد رحله عشان تتعامل مع الريفت اي بي اي. يمكن حتى نفس الكلام يعني نفس السؤال ده نساله في الفورج ان شاء الله لما نتكلم عن الكلاود بيم مع اوتسك فورج. في الفورج اسهل كتير جدا من الريفت اي بي اي لكن ليه بريكويزيت كتيره بقى ويب وتتعلم تعرف يعني ايه ويب ديفلوبمنت والقصه دي وتكون اصلا ويب ديفلوبر عشان تتعامل مع الفورج. نفس الكلام في الريفت تكون ديسك توب ديفلوبر وبتعمل برامج بشكل عام وبعدين تعامل مع الريفت اي بي اي. لكن المصدرين هما الريفت اي بي اي دوكس اللي انا وريتها لك دول والسوفت وير ديفلوبمنت كيت والسي شارب بالمنهاج اللي انا وضحته لك. يعني امشي على الحاجات دي خد وقتك فيها وما تستعجلش عشان النقطه دي للاسف الشديد الناس كلها بتبقى جايه بفكره ان هي في استعجال رهيب جدا. بس فواحده واحده الناس كلها بتدور على كتاب تعلم البرمجه في 10 ايام او في يومين. مستحيل ان البرمجه بشكل عام ما بتجيش انا بقول لك انا ده رايي البرمجه مش بالكورسات ولا القرايه في البرمجه كويسه بس تقرا بقى من كتب معتمده. بس مرحله ان انت تجيب كتب علميه كبيره تقرا فيها يعني ابدا بس خد الموضوع يعني تدريجيا عشان ما تسحبش منك وقت كبير. لان في نقطه مهمه جدا في ناس ممكن تاخد وقت طويل وما يحسش ان هو عمل حاجه فهمته تهبط. البرمجه من اكتر المجالات يا اما ترفع همتك قوي وتخلي همتك عاليه جدا لان انت النهارده لما بتعمل برنامج ودي حاجه مش تتابع عينيا لما الطالب او اللي بيدرس الموضوع بيعمل برنامج وبيحل فيه مشكله الراجل ده بيكون عنده كميه بوزيتيف انرجي رهيبه ويبقى عايز يطور وعايز يعمل وعايز ولو ما عملش برنامج او لو ما طلعش برودكت بيصاب بكميه احباط مرعبه. فهو الموضوع الناس تجرب والناس تاخد وقتها والناس ما تستعجلش وخد المواد تدريجيا. اسهل حاجه الريفت بي اي ما تبقاش مستعجل انك انت تخش على الريفت بي اي ما تبقاش مستعجل انك تخش تعمل ادد هتعمل ادد وهتخش في الريفت بي اي. لكن في فرق ما بين واحد دخل المجال ده طلع ابلكيشن دخل في شركه فادها وبين واحد بيقول لك انا شغال ريفت بي اي بس اكتر حاجه انا بعرف اعملها بخليك تعمل ادد في عمود بخليك تعمل مثلا كرييت شيت. الحاجات دي كويسه وحلوه والحاجات دي بدايه كويسه جدا. انا بتكلم على ليفل الابلكيشن اللي ممكن الشركه او المكتب عايزه منك انت هتوصل له امتى
لكن التاسكس اللي انا كرييت ليفل كرييت شيت الكلام ده لا، ممكن التاسكات الصغيره دي تجمعها مع بعض وتعمل بيها اوتوميشن يوفر عليك وقت كبير، وحاجه كويسه جدا جدا. بس انا بتكلم في الليفل اللي الشركات ممكن تبقى محتاجاه وتبص فعلا عليه، فالحاجه دي محتاجه منك وقت ومحتاجه منك وبلاش الناس التاجيل والتسويف كتير في ان انت تبدا. في الاخر ان انت مش هتبقى مضرور بحاجه، يعني انت لو ما بداتش، لو بدات وما وصلتش، وده عمره ما يحصل يعني، بس في الاخر كل يوم وكل سيشن وكل محاضره في البرمجه انت بتاخدها هتفرق معاك وهتخليك تضيف في نفسك. لكن انا اسف لو يعني حاولت عن الموضوع، لكن المين دوكيومنتس بتاعتك الدوكيومنتيشن عشان تخشها محتاج شويه الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت. تمام. طب في سؤال بيقول ايه الفرق بين الاليمنت والكلاسز في الريفت؟ فرق بين الاليمنت والكلاسز؟ لا، الاليمنت اللي انت بتتكلم عنه ده الاليمنت اللي جوه الريفت. يعني ايه؟ يعني عمود. انا بقول لك والله ان الفي عمود مثلا فيو شيت ده حاجه اسمها اليمنت. في بقى كلاس اسمه اليمنت جوه الريفت، ده بقى بتاع الاي بي اي بقى اللي بيخليك تانتراكت مع الاليمنت ده، بيخليك تانتراكت معاه من خلال السي شارب، فده كلاس بتاع الكود بتاع الريفت اي بي اي. لكن الريفت اليمنتس لا، ده هي الاليمنت اللي انت بتتعامل معاه كيوزر عادي. تمام. طيب عشان اشتغل ريفت اي بي اي محتاج ان انا اعرف كل حاجه في سي شارب؟ لا، احنا مش بنقول تعرف. بص واعتقد انا جاوبت بتلقائيه شديد يعني سريعه. لا، مش محتاج تعرف كل حاجه، يعني فكره ان لان مستحيل تعرف كل حاجه، مستحيل تعرف كل حاجه، ولكن محتاج تاخد الحاجات اللي تخليك تعرف زي ما بقول لك كده تعمل ابلكيشن. اي يعني انت النهارده راجل شغال مهندس ديزاين، راجل محاسب وتعلمت سي شارب وبرمجه، تاخد الحاجات اللي تخليك تعرف تعمل برنامج يفيدك في شغلك. اكتر من كده انت مش محتاج تتعلم. امال انا هطور نفسي منين؟ هتدور، هتبحث. لحد دلوقتي انا ببحث، واي حد في المجال واساتذتنا في المجال لحد دلوقتي بنسيرش وبندور وبنقعد معاهم وبيعلمونا وبيقعدوا يسيرشوا معانا، لان المجال ده كل يوم فيه جديد. فلا، فكره تتعلم كل حاجه دي اولا مستحيل. انت بتاخد الحاجات. عشان كده بقول لك كورس السي شارب في محتوى على اليوتيوب كتير موجود، بس انت اختار افضل حاجه او اختار احسن، يعني اختار احسن حاجات في السي شارب. ولو هرشح لك كورس مجانا هرشح لك الكورس بتاع الاي تي اي بتاع موجود على قناه مبرمج. ده من الحاجات الكويسه جدا واللي هيغطي معاك حاجات كتيره جدا في السي شارب. لكن المين بوينت بقى عند الناس في السي شارب في المتابعه. يعني ايه المتابعه؟ اللي هو بيبقى عايز يسال. دي هنا بقى اليوتيوب مش بيوفر لك القصه دي. طب انا اعمل ايه لو انا عايز اسال؟ انا خلاص انا دلوقتي لا انا راجل مش انا هعتمد على اليوتيوب بس عايز اسال، وانا دخلت في السي شارب. عندك موقع حلو جدا اسمه ستاك اوفر فلو. ستاك اوفر فلو ده الموقع ده بالنسبه لاي مبرمج يعني يعتبر حياتك. بتخش تدور عليه، يا اما انت بقى بتدور على سؤال اللي انت عايز تساله وفي واحد غيرك ساله وبتلاقي اجابات بقى من ناس بروفيشنال جدا، يا اما انت بتحط السؤال بتاعك وهو بيجاوبك او حد بيريفيرك على اجابه ليه. ففكره الناس اللي بتكسل انها تبدا تتعلم بحجه طب انا هسال مين، لا، في مواقع كتير الاسئله. ستاك اوفر فلو واحد من اشهرهم وافضلهم. فلا، اما تقف في حاجه حاول تسال، يا اما تحاول تسال حد شغال في المجال. يعني انا مثلا عن نفسي لو انت جيت سالتني وانا شفت المسج بتاعتك هرد عليك، او انك انت ستاك اوفر فلو يعني حاول انك تسال. لما يجي لك سؤال اعرف ان انت كده بتتعلم. الكارثه بقى فين؟ الكارثه لو انت عمال تسمع وما بتسالش. لان انت لو بتسمع وما بتسالش معنى كده ان انت ايه؟ انت مقيد بالفكر اللي انا بقوله لك، انت ما بتفكرش في حاجه بره اللي انا بقوله لك. عشان كده دايما في الموضوع بتاع البرمجه ان اللي بيحصل كالاتي، ان الناس بتطبق ورا الاستراكتور اللي بيشرح، وده كلام مطلوب. بس اول ما يجي يفكر بره التطبيق ده او يجي يعدل ما يعرفش. لا، وهي دي المشكله. انت فكر بره اللي بقول لك عليه واسال. سواء بقى هتسال حد في المجال هتلاقي ناس تسالها، سواء انك انت تسال على النت ستاك اوفر فلو مبرمجين اشطر مبرمجين في العالم واحسن ناس في العالم بتبقى موجوده على الجروب ده، يا اما السؤال بتاعك ده، يا اما اسال جوجل اللي هو يعني اكتب السؤال بتاعك على جوجل، ما توقفش، ما تعطلش، ما تشوفش ليه حد اساله، لا كمل. ولو قابلتك مشكله مش عارف تحلها افضل وراها. هي بقى دي بقى النقطه المهمه جدا. في بعض الناس اللي بتقابلها مشاكل طب لا مش عارف احلها، خلاص بقى انا مش عارف اوصل لحل المشكله دي. لا، قابلتك مشكله مش عارف تحلها، المشكله دي بالذات اكتر مشكله هتعلمك. ليه؟ لانك هدور كتير لغايه ما تجيبها. فلو قابلتك مشكله ما تستسلمش وتقول انا لا مش هتعلم، مش خلاص بقى اشوف حاجه غيرها. لا، المشكله تقف قدامك اعرف ان دي اكبر حد هيعلم او اكبر حاجه هتعلمك.
كمل ودور وراها، كمل ودور وراها، لان طول ما هي واقفه معاك انت عمال تدور، وانت بتدور بتكتشف حاجات جديده. فده يعني نقطه مهمه جدا. تمام يا باشمهندس. في سؤال برضو، هل ممكن اتعلم السي شارب اثناء تعلم البرنامج اللي هو الريفت مثلا، ولا لازم اكون فاهم كويس البرنامج قبل ما ابدا اتعلم برمجه؟ هو الموضوع بيبقى هنا على مرحلتين. يعني ايه؟ انت النهارده راجل عايز تشتغل برمجه على الريفت، محتاج حاجتين: تكون عارف برمجه كويس وعارف ريفت كويس. انا بشخصيا ما بفضلش ان انا امشي في مجالين في نفس الوقت، لان انا كمصطفى عملت التجربه دي ويعني وما نجحتش فيها، ممكن حتى ننجح فيها، بس انا لا، اتعلم ده لوحده واركز فيه واخد فيه وقتي، وبعدين اتعلم الحاجه الثانيه واركز فيها واخد فيها وقتي، وبعدين احاول اربط الاثنين ببعض. لكن انا ان باراليل اعتقد ان انت كفاءتك هنا وكفاءتك هنا، يعني مثلا هتذاكر يوم ريفت يوم سي شارب، او هذاكر اسبوع ريفت واسبوع سي شارب، طب ما انا ممكن الاسبوعين دول اخلي اليوم اتعلم فيهم الريفت وما اتعلمته وخلاص، ومثلا كمان شهر او شهر ونص اتعلم سي شارب وخلاص، وفي الاخر ابدا اضم الكلام ده مع بعض. لكن انا من وجهه نظري يعني ما بفضلش ان انت تتعلم حاجتين في نفس الوقت. الكلام ده بقى على الريفت، على الكاد، على اي برنامج انت بتشتغل عليه يعني. تمام. في سؤال برضو بيسال، ايه هو الماكرو؟ الماكرو، طيب الماكرو هو عباره عن هو انت عشان تعمل ريفت، عشان تعمل تكتب كود يشتغل على الريفت، وده مكترتين. الطريقه الاولانيه اللي انت تعمل ادن، والادن ديت انت تاخدها وتحطها في شكل دي ال ال وتخلي الريفت يشغلها. الفكره بقى في ايه هنا؟ الفكره ان الادن دي انت تقدر تديها انا كمصطفى كدي ال ال اشغلها عندي، ما اعرفش اشوف السورس كود بتاعها، رغم ان بالنهايه بس شارب. وانت عامل دي ال ال دي يعني ايه اللي حصل؟ يعني انت عامل لها كومبايليشن خلاص، فجات لي دي ال ال اخدها ليا اديها لبشمهندس عمر، مش هنعرف ايه اللي مكتوب جواها. لكن الماكرو عشان 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 انا اشتغل بيه، الماكرو الماكرو ليه تو ليفلز. الليفل الاولاني اللي هو بيشتغل على ليفل الفايل بتاع ار في تي، والليفل الثاني ان هو بيشتغل على الليفل بتاع الريفت ابلكيشن. بس يعني الاشهر اللي انت بتشتغل عليه الماكرو بيشتغل على فايل ار في تي. فلو انت عامل ماكروز مثلا شغال على مشروع معين، وانت عاملها على الليفل على الريفت ماكرو او على الدوكيمنت بتاعك ده، مش على الليفل بتاع الريفت كله، عشان انا اشغل الماكرو دي عندي حضرتك هتضطر تديني فايل الار في تي نفسه اللي مكتوب جواه الماكرو. الماكرو بنستخدمها فور ايديوكيشن، انا كمصطفى يعني بنستخدمها فور ايديوكيشن. يعني ايه فور ايديوكيشن؟ لان ان انا بدل ما اشتغل على فيجوال ستوديو واروح واعمل واجيب الدي ال ال ومع كل ابديت اروح اعمل بيلد في مكان معين والقصه دي، فهي بتبقى اسهل لان هي بتبقى بيلت ان جوه الريفت. طب انا عايز اخد الماكرو اللي انت عاملها ديت، اخدها منك ازاي؟ لا، وقتها انت هتديني فايل، هتديني موديل الريفت كله، فايل الريفت ار في تي جواه الماكرو، فبالتالي انت سلمتها لي بالكود اللي مكتوب جواه. بس هو ده الفرق الرئيسي والاساسي. وزي ما قلت لك الماكرو ليها تو ليفل، اما ليفل على مستوى الريفت او ليفل على مستوى الفايل ار في تي اللي انت شغال عليه. بس تمام. تحذير بس بسيط، ممكن يكون الماكرو فيه فيروس، فلو انا بفتح الملف الريفت ولقيت فيه رساله بيقول ان في ماكرو متحمل هنا، الافضل ان انا اقول له ستوب، غير لما اتاكد ان الماكرو ده انا هستخدمه او ليه لازمه في شغلي او اعرف ايه هو، عشان ساعات بيكون او يكون اللي باعت لك او يكون اللي مديك فايل ار في تي ده قايل لك على الماكرو ده، قايل لك اسمه. مش لكن طيب. لكن مش اي فايل فيه ماكرو تقوم واخده، لا انا بقول انا يعني دي الرد بتاعي. هو بيقول لك انت بتطلب منه الفايل ده عشان الماكرو اللي موجود جواه. لكن الافضل بقى وقتها ايه؟ لو انت بقى شركه او لو انت واحد عامل ابلكيشن وعايز تديه لاي حد تاني، انت لو انت عملته على الماكرو هيبقى سهل جدا تعمله على الفيجوال ستوديو وتطلعه في شكل دي ال ال وتديله الدي ال ال وخلاص، لو بتديه لحد ما تديلوش فايل ار في تي. لكن الماكرو ده لو حاجه على الجهاز الشخصي بتاعك انت بتعملها لنفسك وهيشغلك يعني، او فور ايديوكيشن لو احنا بنعلم الناس برمجه على الريفت، لا بنعلمه على فيجوال ستوديو وكل حاجه، بس بنيجي على الريفت ماكرو ويبقى اسرع واسهل لينا يعني. طيب في سؤال، لو مهندس سايت بقى له 5 سنين، هل من سهل ان هو ياخد قرار يتعلم برمجه ولا البيم، ولا صعب خالص ان هو يخش في حاجه من الاثنين؟ طيب هو المودل اللي باشمهندس بيتكلم فيه ده، انا يعني انا عارف حد كده، بس هو انا الفكره في حاجه، انا لو هو بيسالني على شيفت كارير كامل، او وجهه نظري انا ما افضلش ان حد فوق ال5 سنين خبره يعمل توتال شيفت كارير. يعني انت 5 سنين وطالع، وجهه نظري ممكن حد يختلف معايا، ما افضلش انك تعمل شيفت كارير كامل، لان بيبقى صعب جدا عليك انك هتبدا من الاول خالص. ولكن افضل ايه؟ افضل انت مع الخبره دي ممكن تتعلم حاجه جنب الشغل بتاعك، سواء بقى هتتعلمها وتشتغل بيها وتطور بنفسك من شغلك،
او زي ما حضرتك عارف يا باشمهندس عمر ان مجال البرمجه نفسه ان انا اقدر اتعلم الحاجه دي واشتغل بيها بره مجال الهندسه خالص ويفتح لي كارير ويفتح لي فرصه شغل بعيدا اصلا عن المجال بتاع الهندسه. وانا اعرف بقى ناس شغاله كده بقى يعني اعرف حد فعلا مهندس سايت وراجل هو متخصص في الموبايل ديفلوبمنت وشغال اي او اس نيتيف يعني هو بيعمل تطبيقات ابل بيشتغل على اي او اس نيتيف بحاجه اسمها الاوبجكتيف سي هو راجل مهندس سايت وعادي جدا هو اتعلم الحاجه دي لنفسه وقال لك انا بحسن بيها مني وبحسن بيها من دخلي بتاعي ومن الشغل بتاعي بالرغم ان انا يعني دخلها اكبر من دخله كمهندس سايت لكن هو ليه هو حب يتعلمها وحب يشتغل بيها. وجهه نظري اكتر من 5 سنين لو بيكلمني في شيفت كارير كامل لا ما افضلش كده لكن قبل كده ممكن شويه. في واحد كان شغال طيار وكان دخل في مجال البرمجه وعمل شويه برامج اوبن سورس قويه جدا يعني فكان بجانب شغله بالطيار يعني ولما يكون واحد زي ما ذكرت كده بيبرمج لتخصصه بيبقى قويه جدا يعني دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه اللي هو العراب هو دكتور فسافر السعوديه عشان هو يبرمج لهم حاجات خاصه بالطب فهو فاهم يعني لو واحد مهندس وجم قال له فصيله الدم والتحاليل والحاجات دي هياخد فتره على ما يفهمها انما لما يكون اصلا دكتور ويبقى فاهم برمجه حاجه اضافيه تبقى قويه جدا بالنسبه له. بالظبط بالظبط هو ايه دي اللي كنا بنتكلم عنها في الاول فكره الانجينيرنج انفورماتكس هو انا ليه ما اجيبش مبرمج ليه اروح اجيب مهندس على برمجه عشان المهندس اكتر واحد عارف شغله صحيح وعارف مشاكل شغله ايه الموضوع جاي ازاي بالظبط. طيب في سؤال بيسال لو عايز ارسم على الكاد من خلال داتا في الاكسل هل ممكن اربط بين الاثنين دول بالسي شارب؟ اعتقد متاح أيوة. في كذا حاجه. طيب في المهندس خالد صوتي باين كده؟ اتفضل. شكرا يا باشمهندس مصطفى على المحاضره دي انا لسه طالب بس انا فعلا ماشي في المجال ده من بدري واستفدت جدا من حضرتك بس كان عندي كام سؤال كده. هو حضرتك سامعني؟ سامعني اتفضل. هو انا اتعلمت سي بلس بلس من 2 كورسز من لو حضرتك تعرفوا اللي هو بوكي روبرتس ده وخدت كورس تاني بالعربي عشان أأكد على المعلومه وخلصته خلاص بس انا مش لاقي حاجه ان انا احول سي شارب منها من غير ما ابدا سي شارب من الاول خالص يعني انا عندي البيزكس بتاعت البرمجه بس انا مش لاقي سورس ان انا اقدر احول مره واحده للسي شارب. الو شمس مصطفى تقريبا مهندس مصطفى تقريبا قفل. طيب احنا منتظرين انه شمس مصطفى يدخل تاني. ده الفورم هو بتاع المحاضره بتاعت النهارده وان شاء الله بيت المحاضره برضه هتلاقي في حد من الاربيع. معلش يا باشمهندس خالد سؤالك ايه تاني؟ هو انا اتعلمت سي بلس بلس خلاص من 2 سورسز يعني واحد بلس بلس تمام عايز بقى احول بقى لسي شارب بس انا مش لاقي يعني سورس ان انا احول من حاجه لحاجه مش هبدا من الاول خالص يعني مش عايز ابدا من الاول. هو سي شارب يعتبر ابديتد للسي بلس بلس يعني حتى اصلا علامه الشارب دي مكونه من 4 بلس تمام فهتلاقي الموضوع بسيط يعني اول ما تدخل في السي شارب هتلاقي اغلب الاكواد انت عارفها لو انت عارف اي لغه برمجه ورحت لحاجه ثانيه هتلاقي الموضوع بسيط يعني ما فيهوش مشاكل بالذات السي ما هي السنتكس متفقه مصطفى عماد هو دخل هو طبعا يقدر على الإجابة أكثر. مش هنصفى. مش هنصفى. حاجة سمعني؟ أيوة. هو السؤال انت فصل عندي معلش. مش هنصفى. إن هو عارف سي بلس بلس وعايز يروح للسي شارب. هيروح في وقت قليل جدا لان هي سي شارب ما اتعلمتش او او بي خالص يعني انا اتعلمت سي بلس بلس من باكي روبرتس لو حضرتك تعرفه ومن برضه من كورس مصري ياكد على المعلومه
بس او بي انا ما كملتش او بي خالص. لا يبقى انت كده يعني تعتبر معاك البرنسبلز بتاعت سي بلس بلس. فانا شايف لو انت يعني الدومين بتاعنا اللي هو يعني انجينيرنج او كاستمايزيشن على السوفت وير، لا ممكن تنقل سي شارب وقتها. حتى انت مش هتاخد وقت انك انت تخش في السي شارب يعني، هتخد لان دايما المشكله الاساسيه عند الناس تبدا برمجه بتبقى في الاول، يعني تبقى مشكلته في الطلعه الاولانيه، لان الجزء بتاع الاوبجكت اورينتد هو مش برمجه جديده ومش سينتاكس جديده، هو جزء تنظيمي انت بتنظم الابلكيشن بتاعك وبتظبطه بطرق مختلفه يعني، ولكن هو مش كود جديد ولا الجوريزم. فانا شايف انك انت لو دخلت سي شارب المعضله اللي عند بعض الناس اللي مش عارفه كودنج خالص مش هتكون موجوده عندك. تمام. طب وال data structure algorithms هل لازم اتعلمها ولا؟ ال data structure، بص الالجوريزم انت مش بتتعلم الجوريزم، لان انت انا النهارده الحاجات الموجوده اللي انا بعلمها لك انا بعلمك حاجات هي اوريدي اتعملت. يعني مثلا في مثلا في السي شارب حاجه اسمها الليست مثلا او الاري، ده كلاسات تمام. بتتعامل انت معاها، هي معموله والالجوريزم بتاعها معمول، فانت بتشوف اتعمل ازاي عشان تدرب نفسك، لكن دايما انت الالجوريزم بتاعك حاجه انت بتفكر فيها بس. يعني اوريدي في المجال ده مفيش حاجه انت هتفكر فيها مش هتلاقي حد غيرك بيفكر فيها، المجال ده مليان. انا بتكلم عن مجال البرمجه بشكل عام، مجال البرمجه بشكل عام مليان يعني افكار ومليان حاجات، ولو دورت هتلاقي على اللي انت عايزه. لكن طبعا مهم جدا، هتفرق معاك في التفكير يعني، هتخلي تفكيرك منظم اكتر. تمام. كان عندي سؤال تاني. انا اتعلمت بقى بايثون، انا بايثون بقيت كويس فيه الصراحه، اتعلمته من بيج اسمها كودزيلا جديده، بس هو الراجل منظم الكورس كويس وعامل كمان جيمز في النص هتعملها كبروجكت على اللي انت اتعلمته. حلو، احسن حاجه هتعلمك برمجه الجيمز. عامل لعبه سنيك وعامل لعبه بينج بونج وجيسنج جيم وحاجات كده، تمام. هو كويس جدا. بس انا دلوقتي بعد ما اتعلمت بايثون، انا متعلم بايثون لسبب، عايز اخش في مجال الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس برضه. السؤال انا بقى اللي انت بتسأل دلوقتي نفسك قبل ما تفكر تخش في المجال ده، انت ما انا هسألك سؤال، انت دلوقتي عايز تخش ده المجال ده ليه؟ للنولج ولا عشان تشتغل بيه؟ لا عشان اشتغل بيه مع الانجينيرنج توبيك والبيم والحاجات دي. اوكي تمام ماشي، بس انا بكلمك يعني نقطة كده هنت تبقى عارفه ان المجال ده ربط الماشين ليرنينج بالبرمجه، بكلمك كلام ماركت مش منتشر في الماركت، ولكن هو منتشر في الريسيرش. يعني انت لو قررت تريسيرش لكن شركات شغاله ماشين ليرنينج مع البروجرامينج في مصر هنا والمنطقه العربيه، لا لسه الموضوع ما جاش. فلو لو انت انا لسه هتخرج كمان سنتين، فقلت طب اللي هو ماشي انت هم... لا خلاص ربنا يسهل بقى، لو بس انا ممتاز ببني قدام. ممتاز. بس يعني انا رايي ان انت تحاول تاخد الاساسيات، يعني تاخد الاساس الاول وتتعلم حاجه اساسيه الاول، وبعدين تخش في الماشين ليرنينج. هو توبيك قوي جدا ومن التوبكس المسيطره حاليا يعني على مستوى العالم. تمام. هل دول اتفضل. ليهم يعني مستقبل في الاي بي ايز، او ليهم اي بي اي عامه، او ليهم فيوتشر في البام وفي الكونستراكشن وكده؟ الماشين ليرنينج، بص الاي بي اي هو حاجه انت بتقولها يعني. هديك مثال على الساب مثلا. الساب ساعات الناس بتوع الاوبتمايزيشن باشمهندس مصطفى، استاذ حضرتك اختفى. الو، هو تقريبا النت عنده فصل تاني وان شاء الله بيحاول يدخل تاني. افتكرت انا اللي باظ عندي. لا هو بيحاول يدخل تاني. الو ايوه تمام. كنت بقول لك ان الاي بي اي هو مجرد زي مثلا قلت لك، انا وقفت لحد الساب سمعتني فيها. نفس الكلام في الريفت، انت هو هيوفر لك اكسس للداتا، هيخليك تخش تجيب اكسس للداتا، لكن بعد ما خدت الداتا اشتغل انت بقى عليها بقى ماشين ليرنينج او تعمل بقى اللي انت عايزه. لكن الاي بي اي نفسه ملوش علاقه بشكل مباشر بالماشين ليرنينج، بس هو طريقه بتكلم بيها البرنامج. خدت بقى انت الداتا، روح انت بقى اشتغل عليها ماشين ليرنينج بقى. كتير بتظهر القصه دي، هي موجوده دلوقتي في مجال الريسيرش بشكل كبير. الناس اللي بتشتغل اوبتمايزيشن تمام. بقى بالنسبه له الموضوع ده مهم جدا، الاي بي اي مع التريلز بتبقى بالنسبه له حاجه مهمه جدا. بس هي السكيلز دي كلها بتعلي من قيمة المهندس كسعر وكقيمة في السوق عامة، ف
لحد دلوقتي الماشين ليرنينج في المجال لا، لان هي مش مطلوبه. لكن انت بتتكلم على الليفل اللي اقل شويه اللي هو الليفل بتاع البرمجه والادنس، اه طبعا بتعلي، لان انت النهارده عندك شركات عندها اقسام، يعني عندها اقسام ار ان دي وشغاله بيها، فاكيد عمر السعر بتاعك كما هيبقى عادي، هيبقى يعني سهل ان انت معاك سكيلز مميزه شويه، فبالتالي بتاخد سعر اعلى. هي النقطه او الكونفليكت اللي بيحصل فين، ان الناس بتقول ان المجال ده الفرص بتاعته لسه في مصر قليله شويه. هي الفكره هي ممكن تكون اقل مثلا من عدد الفرص بتاع مهندسين الديزاين، ولكن في كم مهندس ديزاين وفي كم واحد شغال، فهو الموضوع نسبه وتناسب. فاهم قصدي؟ تمام ماشي، شكرا جدا حضرتك، تحت امرك. باشمهندس كريم تمام، هو كده صوتي واضح؟ ايوه تمام. مبدئيا شكرا جزيلا على المحاضره دي. انا يعني طالب ماجستير في هندسه القاهره في الرود سيفتي، بدمجها مع الديب ليرنينج. سؤالي او عندي ثلاث اسئله سريعا. اول سؤال هو فكره حضرتك قلت ان الشغل الاي اي الخاص بالبيم عامه، هل الاي اي الشغل بتاعه هيتم عن طريق الكلاود ولا الافضل ان هو على الديسكتوب ابلكيشنز؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، خليني اجاوبك سؤال. فكره الكلاود هو كده كده، انا يعني احنا رايحين للكلاود، يعني ده بس ايه، ده كده قولا واحد. بس الفكره امتى؟ النهارده بنشوف سوليوشنز الشركات بتقدمها كلاود، معظمها كلاود. النهارده اوديسك بدات تتحرك ناحيه المجال ده وتقول لك لا تعالى بقى على الكلاود عشان اعرف اجيبك واعرف امسكك واعرف احاسبك وخد لايسنس وما تكركش والقصه دي. لكن هل ده معناه ان هو هيموت الديسكتوب ابلكيشن؟ لا مش هيموته، هيفضل الديسكتوب موجود، لكن الاعتماد على الكلاود ابلكيشنز هتزيد، فهو هيفضل شغال هنا وهيفضل شغال هنا، يعني سواء في الاثنين. في الاخر انت معاك، في الاخر هو انت معاك كود ومعاك برنامج، هيشتغل على الديسكتوب هيشتغل على الكلاود هيشتغل. الفكره في الشيرنج، يعني ايه؟ يعني لو انا معايا برنامج ماشين ليرنينج انا مشغله على الجهاز بتاعي عشان انا اديه زميلي مثلا، زميلي دوت هياخد البرنامج ويسطبه. طب لو هو على الويب هيلوجن بيوزر نيم وباسورد ويشتغل. بس ده الفرق. تمام جدا. طيب السؤال الثاني، هي تطبيقات الاي اي تمام، لكن فكره الديب ليرنينج او الماشين ليرنينج، هل المجالين دول تحديدا او الفرعين دول ليهم تطبيقات حاليا في البيم او في يعني في شغل البيم عامه؟ الو سامعني؟ لا كده سمعتك، اتفضل. كان في برنامج كلاود ابلكيشن، انا يعني هحاول افتكر اسمه او احاول احط لكم اللينك بتاعه، كان بيعتمد على فكره الماشين ليرنينج في حل الكلاشز في البيم، فده كان احد التطبيقات. اعتقد فكره الجنريتيف ديزاين دلوقتي اللي اوديسك بتتكلم فيها تطبيقها ماشين ليرنينج. كمان عندك اكتر بقى تطبيقات الماشين ليرنينج هتلاقيها بشكل كبير موجوده فيما يخص في مجال الاوبتمايزيشن بكل اشكاله. يعني انا حتى لو بتكلم على الاوبتمايزيشن حتى في المساحات، لو انا بتكلم في مجال البيم وانا عندي مبنى النهارده او عندي مساحات النهارده وعايزين نقسمها ونوبتمايز التقسيم بتاعها، هيخش فيها ماشين ليرنينج. فهو الماشين ليرنينج غالبا هيخش في الحاجه اللي فيها كم كبير جدا من التكرار وكم كبير جدا من الترايلز عشان خاطر يديلك احسن حل. فهتلاقي اكتر حاجه رايح لها حته الاوبتمايزيشن، سواء بقى في الديزاين او سواء في الجزء بتاع البي اي ام، لو كان موجود فيه اوبتمايزيشن للمشاكل، او طبعا فكره الكلاشز اللي كنت اتكلمت عنها برضو، ان انت في الكلاشز ممكن تكون عندك حاجات كتير ملهاش باترن، في وقتها البرامج العاديه مش هتسعفك. لكن انا بتكلم كردي بتكلم على فكره الجوب ماركت. النهارده الماركت بيطلب حد شغال ماشين ليرنينج. موجود يمكن في شركه اسمها دي روتس، لو حد يعرفها او ممكن اكلم. دي من الشركات اللي برضو شغاله في الحته دي. بدات بقى الشركه دي تقول لك لا انا هدخل الماشين ليرنينج مع الريفت ومع القصه دي. لكن هو ليه ابلكيشنز؟ ليه ابلكيشنز، بس انت اللي هتعمل ابلكيشنز دي. لكن هل النهارده في شركه بتقول انا عايز حد ماشين ليرنينج مع الريفت؟ انا ما شفتهاش. لكن انت ممكن تعمل ده وتعرضه عليها او تعرضه على الشركه او تعرضه على الكوميونتي بشكل عام، بس او دي المعلومه اللي عندي حاليا. تمام جدا. طيب السؤال الثالث وهو تكنيكال شويه،
عندي سؤال في حاجه خاصه بالسيرش عامه في الاوتوكاد او في الريفت وتحديدا في الاوتوكاد. لو انا مثلا اكيد في الجوريزم خاص مثلا ان انا بالنيرست اوبجكت، يعني ان انا عندي اوبجكت وعايز اعرف النيرست اوبجكت، فهل هل في مصدر معين اقدر اتعلم فيه الالجوريزم دي تحديدا ان انا اقدر اعمل سيرش في اللوحه على حاجات معينه، التقاطعات مثلا، الحاجات دي كلها؟ هقول لك بص، الاوتوكاد من البرامج اللي ما ينفعش حد يفكر يشتغل عليها وعايز يطلع عليها حاجه ليها برودكتيفيتي عاليه من غير ما يكون عارف حاجه اسمها كومبيتيشنال جيومتري. تمام، ده العلم اللي انت تدور تحتيه. الكومبيتيشنال جيومتري هو بقى العلم الخاص بالبوينتس واللاينز والانترسكشنز والبلينز والكلام ده كله. فهو انت الالجوريزمات دي انت لو دورت عليها هتلاقيها على فكره، وهتلاقي الاكواد دي موجوده على جيت هاب كمان. يعني انت هتلاقي الالجوريزم، يعني الحاجات دي الناس حلتها، هتلاقي الاكواد موجوده، هتلاقي الالجوريزمز، هتلاقي الكود اللي بيحلها بلغات برمجه مختلفه، وهتلاقي مكتبات جاهزه على جيت هاب موجوده بتحل الكلام ده. يعني برضو ممكن ابقى احط لكم اللينكات بتاعتها. المكتبات دي بتعملها، يعني انت في الاخر اللايبرري هتستخدمها، هتديها مثلا بوينتس ولاينز وبتاع، وتقول لها طلع لي النيرست بوينت عند الحته الفلانيه، هتطلعها لك. فالالجوريزمات دي موجوده وليها مكتبات، بس طبعا يفضل انك انت تتعلم ازاي تعملها. فالمجال ده حاجه اسمها كومبيوتيشنال جيومتري. لو عايز تبدا في الحاجات دي كده في كورسات فيها، بس الجيومتري بشكل عام خان اكاديمي في شويه كورس جيومتري، يمكن انا خدتها كانت كويسه جدا، ممكن تبص عليها. كورس الجيومتري بتاعهم كان كويس. وفي الاخر انت بقى اللي تتعلمه معاهم كوده، يعني اللي انت تشوفه تكوده، بس وقتها تبقى تعرف برمجه وتكود الكلام ده، وقتها يبقى عندك نولج كويس. استخدامك للمكتبات بتاعه الكومبيوتيشنال جيومتري هتبقى اسهل كتير. بس الكاد تحديدا، يعني الكاد بالذات هو يمكن الناس هتتفاجئ من اللي انا بقوله، الجوريزمات الكاد اصعب من الجوريزمات الريفت. انت تتكلم الجوريزمات الكاد صعبه، لان انت في الاخر شويه بوينتس شويه لاين وبوليجونز وجيومتري. فلو واحد مش يعني انت النهارده لو انا مدي لك نقطه جوه جيومتري معين وقلت لك بروف ان النقطه دي جوه الجيومتري ده، انت كمهندس بعينك هتقول لي ما هي النقطه جوه اهي، اقول لك لا اثبتها لي. هتقعد بقى تاخد بقى الكوردنيتس بتاعه البوليجونز الموجود معاك، وتاخد الكوردنيت بتاع النقطه، وتتشك ان الكوردنيت بتاعه النقطه مثلا تبقى في رينج معين عشان بس تثبت ان النقطه دي جوه البوليجون بس. فالفكره ان الكاد الجوريزماته اصعب شويه ومحتاج شغل جيومتري شويه. تمام، شكرا جدا. تمام، شكرا جزيلا. العفو. ألف شكر يا باشمهندس مصطفى، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. شكرا لك يا استاذ، محاضرة ممتعة وصلنا منها كتير جدا، وحمست الواحد ان هو يتعلم البرمجة ويدخل في الموضوع ان شاء الله.